السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وموعد استثنائي معكم في تغطية خاصة عن الأهلي في المونديال. الأهلي في المونديال حدث كبير، حدث كبير لكنه حدث معتاد. أعتقد الجماهير الأهلوية وكل جماهير الكرة المصرية والعربية اعتادت دايما على أنه مع مونديال العالم للأندية أصبح لازمة من لوازم كأس العالم للأندية وجود النادي الأهلي فيها. هذا الجيل من اللاعبين عنده فرصة لمجد كبير. المرة الرابعة على التوالي دي مسألة مش سهلة أبدا. هم تقريبا بيضربوا الأرقام القياسية لجيل أبو تريكة الذهبي، أبو تريكة وبركات ووائل جمعة وعماد متعب والجيل الكبير مع مانويل جوزيه، حقق أرقام كبيرة في البطولة. لكن ها هو جيل محمد الشناوي وحسين الشحات وكهربا وقفشه وكل نجوم النادي الاهلي بيسطروا تاريخ جديد وكبير للنادي الاهلي وليهم. الاهلي النهارده تقرر انه ان شاء الله تعالى مساء الجمعه في جده يواجه الاتحاد السعودي. اتحاد جده النهارده ما لقاش اي صعوبه في الشوط الاولاني انه يجهز على اوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثيه سهله جدا، توقعناها الحقيقه لانه الفريق النيوزيلندي ضيف الشرف الدائم، عارفين انتوا ضيوف الشرف اللي اعتادوا الظهور بلقطه في مسرحيه او في فيلم ويمشوا. هم طوال تاريخهم وعندهم مشاركات على فكره قياسيه، هم حاملين رقم قياسي في عدد المشاركات في كاس العالم للانديه 11 مره. بس هي ديت اللي خدمهم فيها الجغرافيا الحقيقه مش اكتر، وقوعهم في منطقه الاوقيانوس بيلعبوا بياخدوا البطوله، فبالتالي اصبح ضيف شبه دائم او دائم الحقيقه على هذه البطوله. كان في تصريحات كتيرة لجهازهم الفني ان احنا هنعمل وهنسوي و وقلت لكم من امبارح انه في كل مرة بنسمع منهم نفس الكلام، لكنه الفوارق كبيرة. الفوارق بينهم وبين اي فريق بيقابلهم، مش شرط اتحاد جد دلوقتي، هو مرة واحدة بس في تاريخهم اللي خدوا المركز الرابع كانت استثنائية بالنسبة لهم في هذه المشاركات القياسية. لكن النهاردة اتحاد جد في وسط طبعا احتفالية كبيرة من جماهيره في جدة ومدفوع برغبات كبيرة في تصحيح أوضاعه علشان الوضع المتراجع له في كأس العالم أو في الدوري السعودي، قدر بنسبة كبيرة جدا يصحح الصورة، ومدفوع طبعا بخبرات النجوم الكبار اللي فيه وبقيادة كريم بنزيما قدر ينهي على المباراة في الشوط الأول. وده أعتقد دايما كنا بنقوله للاعبتنا، إذا هبت رياحك فاغتنمها، أنت عندك فرصة للسيطرة في الشوط الأول، خلص اي مباراه مع اي منافس مع اي بطوله بتجيلك فرص في الشوط الاول، اذا قدرت فعلا تتمكن من ان انت تجهز على المنافس بتاعك في الشوط الاول انت هتستريح. الاهلي سافر من امبارح زي ما حضراتكم شايفين الصور المغادره وصور الوصول الحقيقه في جده، في وسط حفاوه كبيره حرس المهندس خالد مرتجي امين الصندوق وعضو ورئيس البعثه على توجيه الشكر للأشقاء في السعودية على حفاوة الترحاب والاستقبال، وكمان للقنصلية المصرية. الحقيقة كل أعضاء السفارة المصرية، مهندس خالد مرتجي قال إن حفاوة الاستقبال من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وحرصهم على تذليل كافة العقبات ده أمر معتاد من قبل الأشقاء نظرا للعلاقات التاريخية بين البلدين. قال كمان مرتجي إنه الدور الكبير اللي بتقوم به القنصلية المصرية مع بعثة الأهلي ده كمان أمر ما هوش جديد على الخارجية المصرية اللي دايما ما بتحيط الأهلي في كل مشاركاته الخارجية بالاهتمام وتذليل كل العقبات. حرص المستشار محمد رمضان نائب القنصل العام وسعد جلال والمستشار مصطفى حافظ والمستشار ياسر علواني مساعده القنصل المصري على استقبال البعثة في المطار وفي مطار الملك عبد العزيز الدولي بعد إنهاء كافة الترتيبات بحفاوة شديدة. مهندس خالد مرتجي قال كمان في حالة تركيز داخل الفريق، ودي نقطة مهمة جدا يا جماعة، لأنه المود بتاع بطولة كأس العالم الأمر مختلف. فخالد مرتجي بخبراته الكبيرة، خدوا بالكم حاجة، خالد مرتجي تقريبا في قلب الحدث من 2005، من أول مشاركة للأهلي في كأس العالم أيام الكابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحة وطولة العمر، كان الكابتن الخطيب رئيس البعثة والمهندس خالد مرتجي المنسق بتاع البطولة، وطبعا دخل ضمن لجنة الأندية في الاتحاد الدولي، فده اداله خبرات كبيرة في التعامل مع أوساط الفيفا.
أكد مرتجي أنه مطمئن جدا لحالة التركيز داخل الفريق، لأنه بمجرد وصولهم لفندق الإقامة خلاص الجمهور زي ما أنتم شايفين رابطة مشجعي الأهلي في السعودية الحقيقة استقبال رائع جدا. الأهلي اعتادوا أنه يلاقيه في السعودية بالحفاوة الأهلوية والثقة الكبيرة اللي أنتم شايفينها من الجمهور واللي تمناها مارسيل كولر. كولر بقاله فترة بيدور على اللقطة دي، لقطة دعم الثقة للاعيبة النادي الأهلي. فالساعات الأخيرة كانت الحقيقة ساعات موفقة جدا ما بين استقبال حار وثقة عالية جدا من الجماهير وهتافاتها، وشايفين الكابتن خالد بيبو مبسوط قد إيه من إن الجمهور بيساعد كتير في دعم هذه الثقة. ثم كانت ليلة امبارح بقى ليلة الحفاوة الأهلوية والأخبار السارة اللي استقبلتها البعثة في فندق الإقامة. الأهلي أحسن فريق في أفريقيا، كان خبر مهم جدا اللي استلم فيه الأستاذ طارق قنديل عضو مجلس الإدارة الجائزة في حفل الاتحاد الأفريقي في مراكش، والخبر اللي استقبلته البعثة بسعادة كبيرة لأنه دول هم اللي أحسن ناس في أفريقيا، اللعيبة دي هي اللي أحسن لعيبة في أفريقيا، الجهاز الفني ده هو اللي بيقود أحسن جهاز أحسن فريق في أفريقيا. فإن يجي التصويت من قبل فنيين، أنت بتتكلم في المديرين الفنيين للمنتخبات الأفريقية، بتتكلم في الكباتن الدول الأفريقية، ثم مجموعة من الصحفيين المعتمدين في الكاف. لما يكون هذا الإجماع الفني على اختيار الأهلي أحسن فريق في أفريقيا، أعتقد يبقى من العبث والتهريج والفوضى إنك تسمع أي تقليل من قيمة هذا الجيل وهؤلاء اللاعبين. عشان كده بقول لكم إنه كولر كان بيدور على اللحظة اللي يدعم فيها هذه الثقة عند اللعيبة، وكتير لما اتكلم حتى مع تراجع الأداء والنتائج في مباراة الدوري والبطولة الأفريقية كان بيتكلم إنه يا جماعة اللعيبة عايزة ثقة. إهدار الفرص الكتيرة اللي انتوا شايفينها بقت أزمة كبيرة سببها هزة الثقة اللي موجودة. فجات اللحظات الأخيرة قبل بداية أو مع بداية بطولة كأس العالم عشان تكون فيه وفرة في منسوب الثقة عند اللعيبة. كهربا صاحب أحسن هدف وأجمل هدف سجله في البطولة الأفريقية كان أمام الهلال السوداني، يتم التصويت عليه أنه ده هدف الموسم. بيرستاو النجم الجنوب أفريقي اللي تعرض أيضا لحملات رجم إعلامي وتقليل كبير من شأنه، شفتوه أحسن لاعب في أفريقيا، وقدر بيرستاو كمان يعبر على ده النهاردة، قال لك أنا اخترت التاريخ، وذكر الناس بتويتة كان عملها أول ما جه للنادي الأهلي أول ما بدأ مسيرته مع بيتسو موسيماني، وقال لك أنا اخترت التاريخ. وجه الشكر لزمايله وللجهاز الفني وللجماهير ولكل من دعمه لاجل الوصول الى هذا اللقب كاحسن لاعب في افريقيا. فبقول لكم اختيارات جت كبيره، حتى اختيارات الناس اللي دخلت الاستفتاء، يعني مارسيل كولر. كولر كان احق ان هو ينافس على احسن مدرب، انت بتختار الاهلي احسن فريق على حساب الوداد البيضاوي المغربي اللي هو وصيف دوري الابطال ووصيف الدوري الافريقي. وما بتختارش مارسيل كولر المدرب بتاعه ضمن الثلاثة المتنافسين على اللقب. لكن أعتقد كولر مجهوده كبير مع الفريق ودوره كبير مع الأهلي، عشان كده أعتقد كان سعيد جدا في تمرينة النهاردة وهو بيشوف في خلال المران الأول أو المران المهم جدا للأهلي عمله النهاردة الساعة 5 شارك فيه كل اللعيبة. مارسيل كولر حرص على التركيز في المران على تطبيق بعض النواحي الخططية والتكتيكية بالإضافة لبعض التعليمات الخاصة، واطمأن كمان على الحالة البدنية. شايفين إمام عاشور سعيد، إمام عاشور بعد أول 3-4 شهور في النادي الأهلي بيشارك في كأس العالم للأندية. هو ده النادي الأهلي يا جماعة اللي بيتيح الفرصة لكل لاعب فيه ولكل مدرب فيه أنه يصل إلى هذه المكانة. أعتقد فرصة كبيرة لإمام ولكل زمايله أنه يعملوا حاجة كبيرة إن شاء الله في البطولة. الدكتور محمد شوقي كمان، يمكن قبل ما اقول لكم على الدكتور محمد شوقي، في التمرين ده في 15 دقيقه في البدايه النهارده كانت لوسائل الاعلام في اقبال شديد جدا من الزملاء الصحفيين السعوديين على اجراء حوارات مع بعثه النادي الاهلي، على برضو الحصول على تصريحات من المدير الفني ومن بعض اللاعبين، لكن تم الاكتفاء وفقا لقواعد الفيفا باول 15 دقيقه فقط لعمليه تصوير. طبعا اديكم شايفين الألفة والروح والمداعبة اللي بين اللعيبة،
قبل بداية فترة المران، وده يعكس الحالة المعنوية اللي موجودة. وأنا قلت لكم إنه الفريق بقاله فترة الحالة المعنوية اللي فيه ما شاء الله هايلة جدا، وكل بدأ يدرك إنه كأس العالم للأندية زي ما قال المهندس خالد مرتجي هتبقى إن شاء الله نقطة تحول في الأداء وفي النتائج بالنسبة للفريق بإذن الله. الدكتور محمد شاوي عضو مجلس الإدارة مرافق للبعثة كمشرف فني أو مشرف طبي على البعثة، هو المسؤول الطبي للبعثة. أكد الدكتور شاوي أنه تم إنهاء كافة الإجراءات الطبية اللي طلبها الاتحاد الدولي. خدوا بالكم الاتحاد الدولي بيبقى له حاجات مهمة جدا. صحيح أن المسألة بعدت الحمد لله عن كل الإجراءات اللي كانت بتتعمل أيام كورونا، وكانت أيام كورونا البطولة ليها ترتيبات خاصة جدا في الدوحة لو تفتكروا، لكن المرة دي هو له برضو الاحتياطات الطبية وله تعليمات مهمة جدا. الدكتور شاوي قال أن تم تنفيذ كل الشروط اللي طلبها الاتحاد الدولي بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق، وحرص شوقي أيضا على التنسيق الكامل مع مسؤول الفيفا فيما يخص الاشتراطات الخاصة بالنسبة للعيبة والالتزامات الخاصة أيضا للجهاز الطبي. قلت لكم امبارح كانت السعادة جوه البعثة بكهرباء وتاو، الاثنين احتفلوا بيهم اللعيبة احتفال خاص جدا للاختيار اللي حصل من الاتحاد الافريقي. لكن اعتقد حسين الشحات كمان كان له تصريحات مهمه نقلها الموقع الرسمي للنادي، اكد انه تحقيق ارقام مميزه في المونديال. شايفين المداعبات اللي بين اللعيبه والهزار اللي موجود في بدايه المران وسعاده مارسيل كولر بالروح اللي بين اللعيبه، ده احتفال بكهرباء واحتفال ببيرستاو، يعني دي بقى التحية الخاصة لكهربا والبيرستاو على هذا الاختيار اللي فازوا بيه في الاتحاد الافريقي. كهربا وبيرستاو الاثنين مع بعض، اهو بيرس خد له علقة يعني، وكهربا كمان. روح طيبة جدا بين اللعيبة ومداعبات، اعتقد شايفين الحالة المعنوية اللي هم فيها. ان شاء الله تعالى مزيد من الثقة، مزيد من التركيز، مزيد من الفرحة. الاهلي عدي يوم الجمعه ان شاء الله مباراه اتحاد جده. حسين الشحات له خاصيه مميزه جدا في كاس العالم للانديه، كونه شارك مع العين الاماراتي في البطوله قبل كده وخد الميداليه البرونزيه. قال حسين الشحات ان المشاركه في كاس العالم للانديه بصفه مستمره وتحقيق ارقام قياسيه دايما ما بتحسب للنادي الاهلي، واحنا دايما بنسعى كجيل ان احنا نكتب تاريخ جديد لينا. قال ان احنا بنسعى لتحقيق المزيد خلال الفتره اللي جايه. وقال حسين انا حققت مع نادي العين الميداليه الفضيه، كان انجاز كبير جدا بكل تاكيد، كنت سعيد جدا بده. مع النادي الاهلي حققنا الميداليه البرونزيه مرتين، بنسعى المره دي لتحقيق انجاز افضل ان شاء الله. وقال ان انا باعتباري هداف الجيل الحالي من لاعبي الاهلي في كاس العالم للانديه ده بيديني مسؤوليه اكبر وبيخليني دايما اسعى إلى تحقيق ما هو أفضل. لكن بشخصية الأهلي وبثقافة الأهلي رجع حسين بيقول لك أنا المهم إن أنا أساعد زمايلي على التسجيل وأساعد الفرقة إن شاء الله تعالى على المكسب. قال حسين الشحات الأهلي نادي كبير وعظيم، عنده أحسن جمهور في العالم من وجهة نظره ومن وجهة نظر كل الناس الحقيقة. قال حسين الجماهير دايما بتدعمنا، دايما بتثق فينا، دايما في ظهرنا، ومن خلال ده أنا بأكد لهم إن احنا هنبذل كل مجهود لينا في جدة علشان نسعدهم باستمرار. أبرز الأحداث في مشواره خلال مشاركته في كأس العالم، قال حسين الشحات إنه كأس العالم للأندية بتشهد مباريات قوية، لكن أبرز المواجهات بالنسبة له لما لعب ضد ريال مدريد. هو لعب ضد ريال مدريد مرتين، مرة وهو بفانيلة العين الإماراتي ومرة بفانيلة الأهلي في البطولة الأخيرة. قال حسين ان جمهور الاهلي في كل مكان بيساعدنا ويساندنا، في السعوديه زي ما حصل في الامارات وزي ما حصل في المغرب وزي ما حصل في قطر، باستمرار جمهور الاهلي في ظهره. محمد مجدي قفشه بقى صنع العاب الفريق وواحد من نجومه المميزين. قفشه بتذكر قال لك انا فاكر وانا صغير شويه كنت بنصحى من الساعه 6 7 الصبح عشان نتفرج على البطوله دي، كاس العالم للانديه، وقت ما كانت في اليابان ووقت ما كان الاهلي بالجيل الذهبي بيشارك وبيعمل نتائج كبيره. قال لك سبحان الله لفت الدنيا وبقيت انا بشارك مع الاهلي في نفس البطوله اللي كنت بصحى لها الصبح بدري قوي عشان اتفرج عليها. قفشه سعيد جدا
بمشاركته مع الاهلي في البطوله، وقال ان احنا عندنا ذكريات رائعه في البطوله. جمهور الاهلي معتاد على مساندتنا في اي مكان، ودايما بنروح اي مكان نلاقي جمهور الاهلي اغلبيه في ظهرنا. قال ان احنا واجهنا نادي كبير بحجم ريال مدريد، وبالتالي عندنا ثقه كفايه. تسجيل الاهداف في البطوله بيسجل للاعب تاريخ كبير جدا. قال ان جمهور الاهلي عنده الثقه الكبيره فينا. حاله القلق لدى البعض طبيعيه، ان الناس عندها قلق قياسا على الفترات اللي فاتت والهزه اللي كانت حاصله في الاداء والنتائج. قفشه بيقول لكم القلق ده طبيعي جدا، لكن بطمنكم جدا احنا كنا بنوصل للمرمى كتير، ما بنسجلش، ما كناش موفقين في بعض المباريات، دي طبيعه كره القدم، لكن دايما بنبذل اقصى مجهود وبالتركيز في التدريبات. عندنا امل ان شاء الله وطموح ان احنا نعدي المرحله اللي جايه. مارسيل كولر المدير الفني سعيد جدا بهذه الحاله اللي عليها اللعيبه. طبعا النهارده اوفد ناس من الجهاز اتفرجت في الملعب على مباراه اوكلاند سيتي واتحاد جده، دونت كل تقاريرها، عملت كل ترتيباتها الفنيه، ويبدا الراجل من الليله دي يفتح صفحه اتحاد جده. طبعا اليومين اللي فاتوا هو حريص على تجهيز فرقته، وباصص بعينيه الاثنين او عين ونص على اتحاد جده، وسايب طرف عين صغير لاوكلاند سيتي، لكن كان من المتوقع كما هو الطبيعي انه يتاهل اتحاد جده. اتحاد جده قوته فين؟ وايه ابرز عناصره؟ هل هو المنافس اللي فعلا يقلق جدا؟ هو رابع الدوري السعودي او خامس الدوري السعودي، عنده مباريات كتيره متراجع. الاسبوع اللي فات خسر من ضمك السعودي في الدوري 3-1. ايه الفرق بين اتحاد جده النسخه المونديالية واتحاد جده النسخه السعوديه؟ وهل وجود ثلاث لعيبه كبار عنده ساهموا قبل كده في الفوز مع انديه اخرى عالميه كبيره بالفوز بالبطوله دي كاس العالم، هل ده يرجح كتير من فرص اتحاد جده؟ ولا ثقه وخبره وكفاءه وجماعيه لعيبه النادي الاهلي كفيله انها تعمل كل حاجه بروح الفانيلا الحمراء؟ اعتقد تساؤلات فنيه كبيره جدا، عشان كده حرصنا انه يكون معانا في اولى فقرات هذه التغطيه الخاصه الزميلان ايمن جلبرتو محلل الاداء الرقمي في القناه، والزميل محمد الباز محلل الاداء الرقمي، عشان نشوف معاهم قوه اتحاد جده فين، وقراءه فنيه مهمه جدا لمباراه الجمعه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، رجعنا لكم. معانا جناحين من الاجنحه الرقميه المهمه الحقيقه، اللي بيعملوا اضافه نوعيه مميزه جدا في التحليل الفني، لانه فضل التحليل الفني في كره القدم رغي وكلام ووجهات نظر، الى ان ظهر جيل الحياه بحييهم انه استندوا للرقم وللمعلومه وللحقيقه.
فقدموا صورة تحليلية أعتقد كتير لما بتساعد حضراتكم في القراية المهمة للمباراة وفي استكشاف الرؤى الفنية المهمة. الزميلين أيمن جلبرتو، أهلا بيك يا أيمن. أستاذ إبراهيم أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. بس أنت جلبرتو كان بيلعب شمال، أنت ما فيش تلعب يمكن عشان الكراسي أو عشان الجرافات. كان لازم تلعب شمال أنت. ومحمد الباز أهلا بيك يا محمد. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم، أهلا حضرتك. أنتوا لسه طبعا متفرجين على اتحاد جدة وأوكلاند سيتي. يعني يعني يا دوب كده لحقنا شويه وقبل ما نبقى في الطريق. المباراه طبعا يمكن تقريبا هي خلصت من الشوط الاولاني 3-0. اوكلاند اتحاد جده شبه سيطره تامه بيلعب نفسه. اوكلاند طبعا هو الممثل الوحيد لاوقيانوسيا وهو الاكثر تمثيلا وتواجدا في كاس العالم للانديه من القاره دي. فطبعا بعد استراليا ما انضمت على اسيا ما بقاش في قدامنا غير اوكلاند سيتي. بيحاولوا يمكن هم مره واحده بس في تاريخهم اللي صعدوا سيمي فاينل وكانت مفاجاه كبيره جدا، ولكن يعني كانت نتيجه متوقعه الى حد ما ان اتحاد جده هيكسب فوز مرتاح جدا. المباراه ما نقدرش نقول هي بتعبر عن او النتيجه بتعبر عن ان دي الحاله الحقيقيه لاتحاد جده، لان في مباراه الاهلي الوضع هيبقى مختلف، الاستعدادات هيبقى مختلف. هم فريق حاليا بيلعب بكل نجوم المحترفين، لان كلنا عارفين ان في الدوري السعودي هم متعاقدين مع 10 محترفين بعيدا عن المدافع اللي اتصاب مؤخرا لويس فليبي، ولكن في الدوري السعودي كلوائح هم بيستعينوا بثمانيه بس. فكان في جوتا واحمد حجازي طبعا لانه كان مصاب، كان مش موجودين في الدوري السعودي، ولكن يقدروا بيستعينوا بيهم في دوري ابطال اسيا لما بيلعبوا، لانه قبل كل مباراه بيختاروا 5 من ال10 دول. لكن في كاس العالم الانديه كل حاجه متاحه معاهم، فهم عندهم قائمه كبيره من المحترفين متعاقدين مع مدرب جاريدو لسه حديثا خلفا لنونو سانتو عشان خاطر التذبذب النتائج عندهم مؤخرا. هو مدرب كويس بيحاول معاهم ان هو يطورهم، عندهم اسماء كبيره، ولكن في النهايه المباراه يوم الجمعه في الملعب 50-50. الجماهير حتى هتبقى 50-50، مش هنحس ان الاهلي غريب في المملكة العربية السعودية، عندنا جالية مصرية كبيرة هناك وجماهير عريضة للنادي الأهلي. فيعني النهاردة اتحاد جدة صعود متوقع، ولكن ما حدش يقلق من النتيجة وما حدش يقلق من أي حاجة، لأن في النهاية المباراة يوم الجمعة يعني حسب حالة كل فريق. اتحاد جدة ممكن يبقى أفضل من كده أمامنا يوم الجمعة، وممكن يبقى أقل من كده، والنادي الأهلي نفس النظام ممكن يوم الجمعة يبقى في حالته. هنيجي لده بالتفاصيل جلبرتو. محمد، اوكلاند سيتي هيبه الجغرافيا، الفريق مستفيد من الجغرافيا ومن موقعه، ودايما شبه دائم انه بيجي يعمل لقطه ويمشي. هل هو بهذا المستوى اللي دايما هو في الحاله ديت يمكن القياس عليه بالنسبه لاتحاد جده ولا لا؟ لا خالص، يعني اوكلاند سيتي الخبرات المشاركه في البطوله ما خدمتهوش. يعني هو من اكثر الفرق طبعا اللي شاركت في كاس العالم للانديه، بس دايما ضيف شرف بيجي طبعا في النوك اوت خروج المهزوم بسلامه، ما بيكملش في البطوله. النهارده شفناه فنيا حتى فريق فاضي، ما شفناهوش ان هو فريق متماسك، حتى هيبه الاتحاد جده والجمهور اثر عليه بشكل كبير جدا، ما دخلش في المباراه، كانت وان سايد جيم حتى الشوط الاولاني. مش شايف ان اوكلاند سيتي كان مؤثر بشكل كبير، ما استغلش خبراته في مشاركاته المستمره في كاس العالم للانديه، على العكس طبعا جايردو، يعني راجل ما شاء الله عنده خبرات كبيره جدا، بيسموه مدرب الكؤوس، مدرب اتحاد جده، لان هو بمشاركاته شارك طبعا مرتين، وصل مره طبعا الفاينل قدام البارسا وحصل على الفضيه، ومره قبل كده حصل على البرونزيه، فعنده خبرات كبيره جدا في ان هو ازاي يحصل على ميداليه من كاس العالم للانديه. غير طبعا شكل اتحاد جده، بنتكلم على اخر 5 6 مباريات قبل كده مع نونو سانتو، كان في طبعا سلسله من الهزايم او التراجع، وحتى في النجوم اللي احنا شفناهم كريم بنزيما والمتعارف عليهم، راجل كريم بنزيما 34 هدف في الموسم 2023، سواء طبعا مناصفه او مقاسمه ما بين وجوده مع الريال حتى تكمله مع اتحاد جده،
معاه نجوم كبير جدا. كانتي طبعا قعد اصابه كبيره جدا، رجع اخر مباراتين ثلاثه مع جاياردو، عمل تحول كبير جدا في الناحيه الفنيه. لا انا شفت ان اوكلاند سيتي النهارده زي ما جيلبرتو قال بالظبط، مش مقياس ان لا يا جماعه احنا نخاف او نتراجع او نكش من المنافس اتحاد جده حتى بوجوده طبعا وسط جمهوره. لا احنا النادي الاهلي جاهزين بالارقام، بنقول حاجات كبيره جدا، كفايه بس وجودنا طبعا افريقيا والجوائز اللي احنا توجنا بها امبارح، ثم داخلين على جلوب السوكا بارقام ثانيه وترشيحات من طبعا بدايه من المدرب طبعا مارسيل كولر للشناوي لافضل نادي سواء كان طبعا في الشرق الاوسط او عالميا طبعا افضل نادي في العالم. كفايه بس ان احنا نتحط ان احنا بننافس على افضل فريق او نادي في العالم. دي كلها طبعا دوافع ويعني موتيفيشن عالي جدا ان هو يساعد لاعبتنا. مباراة أوكلاند سيتي كانت مباراة طبعا يعني نقدر نقول كده فور فن، يعني حاجة كده كانت مباراة ترفيهية، ممكن يعني مباراة لو الزملاء يعرضوا الإحصائيات صحيح يعني الإجابة بتاعت المباراة للناس. طب نشوف إحصائية المباراة علشان نشوف رقميا الاتحاد فاز باستحقاق ولا أوكلاند هو اللي فريق أليف زيادة عن اللازم، لأنه الحقيقة فعلا امبارح كان معنا محمود صبري وعصام شلتوت، قلت لهم إحنا بنتكلم في إيه؟ ما تقوليش للكرة مستديرة، أنا كل الكلام اللي أنا بسمعه سمعته من اوكلاند من 2005 نفس الكلام. طب خلينا نبدا قبل ما نخش على احصائيات مباراه النهارده، ندي فكره للناس رقميا اتحاد جده شغال ازاي في الدوري السعودي. يعني هو لعب حتى الان 16 مباراه، فاز في 8 مباريات، هزيمه في 4، تعادل في 4. طبعا هو بيحتل المرتبه الخامسه طبعا 28 نقطه. من ناحيه بقى التهديفيه، لا هو يعتبر طبعا ثالث او رابع نادي او فريق دلوقتي في الرانكينج او الترتيب على الدوري السعودي، 31 هدف، لكن استقبل هنا 18 هدف. هنا بقى نقف شويه، الاهداف المستقبله 18 هدف، نتكلم من 16 مباراه يا استاذ ابراهيم، ده معدل كبير جدا ان انت يعني قد تصل لهدف ونص او هدفين في المباراه الواحده. فده يعني مشكله كبيره جدا في الدفاع. وهنعرضها النهارده بالحالات، وحتى شفناها النهارده لو فريق اوكلاند سيتي كان متماسك بشكل كبير جدا وعنده النزعه الهجوميه او الكاونتر اتاك بيعمله بشكل صحيح، كان ممكن النهارده يحرج. لكن معدل تهديفه كويس، يعني معدل تهديفه كويس، هدفين تقريبا في كل مباراه. مظبوط، يعني ده معدل كبير. صحيح، نكمل الارقام هتبين لنا بقى النهارده. اشوف الاهداف المستقبله المتوقعه، يعني في حاجه طبعا الاكس جي اللي كان المفروض يدخل فيه اكتر من 18 هدف، يعني كان المفروض يدخل فيه من الفرص اللي اتلعبت عليه والكميه التسديدات على مرماهم، كان المفروض يدخل اكتر من 18 هدف، قد يصل ل 20 هدف. من اكثر الفرق طبعا اللي ضيعت فرص، طبعا خلقت فرص محققه او كبيره محققه ب 51 فرصه في العدد المباريات اللي شفناهم. بالنسبه للفرص الضائعه المحققه من ال 51 ضاعوا 29 هدف، كان ممكن ان هم يصلوا لرقم كبير جدا حتى في السكورنج او التهديف. فرص كبيره محققه 51 في 16 مباراه، اذكر صحيح. الاهلي عنده 75 فرصه محققه في ال 18 مباراه اللي لعبها او ال 17. يعني احنا معانا برضو احصائيات النادي الاهلي عبر الموسم ممكن نعرضها بحيث كاننا بنترجم. طيب كده لما البازي يخلص احصائيته ماشي، اللي كمل الفرص بعد كده الاستحواذ، هو مرتب ثالث او رابع فريق بيلعب بشكل بالاستحواذ بشكل كبير جدا في الدوري السعودي. وصل طبعا ليه يعني تقريبا 58% من اجمالي المباريات اللي لعبها ال 16 مباراه يا استاذ ابراهيم، ده كمتوسط. التمريرات الصحيحه بالمباراه، لا هنا بقى رقم كويس جدا، يعني ان انت في المباراه الوحيده بتعدي 400 تمريره او متقارب من 500 تمريره، دي معناها انت كويس. فريق طبعا، لانك انت في الاستحواذ بتصل ل 58% من الاستحواذ بالدقائق حتى وبالنسبه المويه، دي معناها انت لعبتك لعيبه كواليتي عالي، بتمسك الكوره في رجليها، بتمرر بشكل صحيح. الكرات الطوليه بقى ما بيلعبوش اللونج بول او الكرات الطوليه بشكل كبير. يعني هنتكلم 27 في المباراه، منهم 15 مره بتبقى صحيحه، يعني الدقه حتى مش عاليه، مش عالي. الفريق اللي هو بيرمي الكره الطوليه في ظهر المدافعين، لا فريق بيلعب كوره على الارض، بيلعب بناء الهجمه او البيلد اب من الخلف للامام بشكل منظم جدا، بوجود كانتي دلوقتي الراجل اللي بينزل وبينقل الفريق بشكل كويس. التمريرات المفتاحيه بيعمل 76 تمريره مفتاحيه، دي معناها ان هم بيوصلوا لمرمى الخصم بشكل كبير جدا، تقريبا من 3 ل 4 مرات تمريره مفتاحيه او كي باس في المباراه الوحيده.
الواحده يعني، ان هو ده معناها ان انت اربع فرص كانت تصل للمرمى وتهدد مرمى الخصم. فاحنا بنشوف عندهم الناحيه الهجوميه قويه جدا، على عكس الناحيه الدفاعيه فيها مشاكل كبيره جدا في استقبال الاهداف. عندهم ميزه حلوه جدا في الاستحواذ، في التمريرات بيمسكوا الكره بشكل كويس جدا، بيخلقوا فرص بشكل كويس جدا، بيهددوا مرمى الخصم بشكل كويس جدا، لوجود طبعا عمالقه عندهم زي ما احنا شفنا كورنادو، بنزيما طبعا، كانتي، فابينو، روما زي ما بيقول سموها رومارينو في الراجل الجناح اليمين بتاعهم، لا بيعملوا شغل عالي جدا من ناحية التهديفية. وده النهاردة طبعا جيلبرتو يعرض الشكل العام للنادي الأهلي، ونخش في إحصائيات مباراة النهاردة عشان هنقف عند بعض النقاط الفنية أو الأرقام الفنية نعرضها، نشوف إزاي اتحاد جدة قدر يخلص المباراة بسهولة النهاردة. طيب دي أرقام اتحاد جدة في آخر 16 مباراة جيلبرتو، الأهلي في آخر مبارياته. يعني احنا لو عملنا نظرة عامة كده للموسم بتاع الأهلي قبل ما يشارك في كأس العالم للأندية، ويمكن هي في ملحوظة بس برضو بالنسبة للمشاهدين، طبعا أنا عارف إن في حالة قلق عند الجمهور وبيتكلموا عن انخفاض المستوى ومقارنة بالموسم الماضي. يمكن الملحوظة اللي أنا بس قبل ما نستعرض الأرقام، الموسم الماضي والموسم الحالي أرقامه على فكرة في نفس الفترة دي متقاربة، ولكن إيه المشكلة اللي ظهرت الموسم الحالي؟ هي مشكلة واحدة، إن النادي الأهلي بيستقبل أهداف أكتر في الفترة اللي هي نفس فترة الموسم الفترة. وإن النادي الأهلي الموسم الماضي ابتدى بكأس السوبر المصري لما كسب الزمالك فكان الأمر مختلف. السنة دي احنا ابتدينا بالسوبر الأفريقي والدوري الأفريقي، فيه خسارة لبطولتين، فده وهاي ليفل شوية بالظبط، ومستوى طبعا أعلى طبعًا. كسفر وكلاعب طبيعة منافسة بالظبط كده، بادئ ببطولة كبيرة بالظبط. فالأمور هنا هي دي اللي خلق حالة من القلق، ولكن لما حتى عرضتها قبل كده في البيت الكبير الفكرة بتاعت إن الموسم ده والموسم الماضي كرقميا كمعدل تهديف ومعدل فرص قريبة جدا، عشان فالقلق ليه؟ القلق لأن طبيعي جدا لما بتخسر بطولات الناس طبيعي بتقلق. فالنهاردة لو هنستعرض إحصائيات النادي الأهلي بشكل عام قبل كأس العالم الأندية في 17 مباراة، يعني برضو وحدة قياس مع قريبة كسبنا 8، التعادلات كتيرة طبعا، 7 تعادلات، خسارة في مبارتين، سجلنا 29 هدف، احنا شفنا اتحاد جدة في نفس سجل 31، ولكن احنا عشان تعادلنا أكتر. عندنا الاكسبكتد جولز اللي احنا بنقول الاهداف المتوقعه 52 جون، جبنا منهم 29، فهنا ده بيبين لك ان النادي الاهلي كان لازم بس يعني يدوس شويه في حته الفرص هتفرق. لده هنحط يعني في رقم جاي هنتكلم عليه برضو في الحته دي، الاهداف المستقبله 10، ده برضو الى حد ما كتير شويه في المباريات على الاهلي خرجنا بشباك نظيفه في 8 مرات. صناعه الفرص احنا صنعنا اجمالا للفرص 221، ده كتير جدا على طبعا. ان انت ما تستغلوش ان انت تستغلوش بشكل الامثل ده كتير على فرقه زي النادي الاهلي، خصوصا ان الفرقه اللي قدامك تلعب بتكتلات. لكن اوكي، دقه التمرير عندك دقه التمرير 85%، وده طبيعي جدا. المحاولات الناجحه بتاعتنا على المرمى 99 محاوله من 281، دي بتعمل تقريبا نسبه 35%. هنا بقى الرقمين اللي جايين دول مهمين، لان دول برضو بيديلك مؤشر ان انت النهارده عندك 10 انفرادات انت اهدرتهم واحد لواحد، بنقول كده واحد لواحد انت اهدرت 10 كور، وكور خبطت في القائمه او العارضه اللي هي كور مهدره 12 كوره. فانت متخيل في 22 كوره كان ممكن تحرز منهم كام هدف؟ 12 كوره جايه سواء قائم او عارضه، وعندك 10 كور انفرادات مهدره. فهنا احنا بنقول ان النادي الاهلي بيوصل كتير، ولكن في سوء توفيق وقله تركيز في بعض الاوقات هي اللي بتتسبب ان انت ممكن مباريات تتسهل عليك من البدايه. في يعني ممكن نخش على حاجه اسمها توقيت اهداف النادي الاهلي، دي برضو بتديك مؤشر لشكل النادي الاهلي كان ماشي ازاي. توقيت الاهداف ده يا كابتن استاذ ابراهيم، في اول ربع ساعه سجلت هدف واحد، ده او يعني اجمالا اول نص ساعه احنا مسجلين 3 اهداف. المشكله هنا ان السنه اللي فاتت لا، اول نص ساعه كنا مسجلين معدل اعلى اكبر. ليه؟ لان كان الفريق بيعرف في الضغط المبكر تركيز اعلى وضغط، بنعمل ضغط عالي في البدايه قوي، بنقدر على فكره دي المنطقه اللي فرقت بالظبط، هي لان اول نص ساعه دي لما بتعدي اولا الحاله البدنيه بتتاثر، صحيح. رقم 2 اللي قدامك معنويات الخصم أكثر. بيعلى طبعا. رقم 3 انت بتتسرع اكتر، صح، والجمهور بيقلق، وده اللي ظهر في مباراه زي الجونه، ظهر في مباراه زي سان داونز هنا مع الحاله البدنيه بتاعتك طبعا. اصلا الشوط الثاني ما هياش احسن بالظبط كده، وتحديدا مباراه سان داونز هنا، لان اول ربع ساعه احنا تقريبا ضربه جزاء، كره كهربا، بعديها كره بيرسي تاو، لما كل دول ضاعوا الامور اتصعبت شويه.
افضل توقيت طبعا للتهديف بتاعنا بيبقى اخر ربع ساعه من الشوط الاول، بعد كده بنتراجع تاني في بدايه الشوط الثاني، بعد كده بنسجل بمعدلات. المفروض انت جاي من اوضه اللبس بمعنويات وبشحن عاليه، فالمفترض يكون دي لحظه تسجيل اعلى. بالظبط كده، فهي دي الشكل العام لموسم النادي الاهلي. طبعا من حق الناس، بنقول للناس حاولوا تقلقوا، ولكن القلق الزياده زي ما حضراتكم كده كنت بتتكلموا في ملك وكتابه، القلق الزياده اللي هو يسبب ضغط اكبر على الفريق ده مضر، مش هيحل. واحنا يعني ما نقدرش في الارقام دي نقول ان الموسم الاهلي قوي، لا، موسم الاهلي متراجع نسبيا على الموسم الماضي، ولكن الملاحظات دي بنقول ان هي ما بين قله تركيز وما بين عدم توفيق. لما نتكلم في فرص مهدره وكور في العارضه وانفرادات ضايعه وكده، دي ساعات بتبقى ما بين قله التركيز وما بين سوء التوفيق. فالنهارده ان شاء الله كاس العالم للانديه يبقى الامور مختلفه، لان احنا عندنا الحمد لله فتره راحه الى حد ما تسمح ان انت تصحح الاخطاء. فان شاء الله الامور دي، الفرص دي لما تيجي، واللعيبه لازم تبقى عارفه الفرصه اللي تجي لك فرصه من ذهب. خلص الانديه هتريحك انت طبعًا في المستقبل يعني. طبعا باز، الاوكلاند سيتي جه علشان او اتعملت، يعني انا فاكر ان احنا لما رحنا اليابان 2005 ما كانش فكره صاحب الارض بيشارك، فما كانش في حضور جماهيري خالص، فكان بيدخل هو في جسم البطوله زيه زي غيره. لكن لما فطنوا لفكره ان انت تجيب بطل الدوري للدوله المنظمه يلعب المباراه الافتتاحيه او التمهيديه مع اوكلاند سيتي، اصبح من بعديها هو مش موجود، لكنه الحقيقه وجود الجماهير اثر في البطوله. طب هل وجود جماهير اتحاد جده النهارده فرقت معاه او قيمه مضافه ليه في الماتشات، او خاصه ماتش الجمعه؟ طبعا بكل تاكيد وجود الجمهور صاحب الارض بيلعب دور كبير جدا. احنا شفنا النهارده الجمهور عامل ضغط وشراسه في المدرجات بشكل كبير جدا، حتى كان على الحكم نفسه، يعني السيده اللي كانت بتحكم المباراه النهارده انا حسيت ان هي اتحطت تحت ضغط، فاكتر من لعبه عدتها لا، حصل ضغط جمهور كبير جدا عليها، تشجيع بشكل كبير جدا. لا بيلعب دور كبير جدا، بس مش مبرر لاوكلاند سيتي ان هو بخبراته بالمشاركه في كاس العالم. الجمهور او الحضور جمهور زي ما حضرتك قلت ما كانش كبير. خبرات سفر مش خبرات لعب. يعني هو سفر، يعني مشاركات يعني خبرات سفر. صحيح يعني. لا بصراحه احنا شفنا مباراه، عشان كده احنا لو هنربط، انا عايز اكمل حاجه قبل ما نخش على ارقام مباراه النهارده ما بين اوكلاند سيتي وطبعا اتحاد جده. حاجه برضو رقميه من الفرص اللي عرضها جيلبرتو والفرص الضائعه والاهداف الغزيره للاهلي طبعا في مشوارنا الموسم الحالي يا استاذ ابراهيم. عندنا برضو رقم خطير جدا، احنا عندنا عملنا ركنيات قبل ماتش سموحه بس 33 ركنيه. يعني بنتكلم في 5-6 مباريات 33 ركنيه في الدوري، بعد كده ماتش سموحه لوحده في 15 ركنيه. لو لسه زي الخماسي الكورنر بنص جون كان خلاص خد الدوري. صحيح يعني. فدي برضو ارقام يعني مرعبه، احنا عندنا كميه ركنيات بنوصل وكروسات كبيره جدا ممكن نقدر ان احنا نستغلها. عشان نربط بس الاحداث ببعض، هو الكورنر دي برضو نتاج الحاله الهجوميه اللي انت فيها. بالظبط. ايوه بالظبط. يعني بص، الارقام وكل حاجه بتحصل ما ينفعش نقول ان الاهلي ما فيهوش شغل. يعني بالعكس، شغل ايجابي كتير غير مستغل. عندنا شغل، لكن مزبوط. احنا فعلا عندنا ايجابي كتير غير عدم مستغل. الاستغلال. أيوه. كل ده بالظبط لسببين، عدم تركيز وسوء توفيق. مظبوط. يعني نخش بقى في مباراه اوكلاند سيتي النهارده، ارقامها ارقامهم. احنا النهارده المباراه بصراحه فيها ارقام غريبه جدا، يعني بنتكلم طبعا او الاستحواذ كان كله طبعا للاتحاد جده 54% مقابل 46% لاوكلاند سيتي. التسديدات، اجمالي التسديدات متخيل يا استاذ ابراهيم النهارده في 30 تسديده من اتحاد جده على المرمى، منهم 11 اون تارجت على الثلاث خشبات. الناحيه الثانيه اوكلاند سيتي ما سددتش الا 4 تسديدات ولا واحده فيهم جت على الثلاث خشبات. بنتكلم على طبعا 13 تسديده عند اتحاد جده النهارده، 13 كانت خارج طبعا الثلاث خشبات. بنتكلم بعد كده على الركنيات النهارده، 9 ركنيات لاتحاد جده مقابل 5 لاوكلاند سيتي. 5 ده بيقول لك ان هم اوكي وصلوا في 90 دقيقه لمرمى الاتحاد جده ولكن بلا خطوره، حتى الخمس ركنيات ما كانش فيهم خطوره كبيره جدا، حتى التسلل ما كانش ولا تسلل النهارده على اتحاد جده، هم تسلل واحد وقعوا فيه طبعا اوكلاند سيتي. الاخطاء او الفاولات 9 اتحاد جده مقابل 8 ل اوكلاند سيتي. بعد كده الضربات الحره اتلعبت النهارده 8 ضربات حره لاتحاد جده مقابل 9. 9 دول مش شرط ان هم يكونوا طبعا من عند منطقه الجزاء، من الشوط الثاني كان مريحه جدا يعني، خلص 0-0 الشوط الثاني. بنتكلم الثلاثه كانوا كلهم في الشوط الاول يعني. نكمل الاحصائيات.
احنا شفنا طبعا الغزاره التهديفيه والهجوميه، الثرو انز الكرات اللي اتلعبت طبعا ما بين الخطوط والاختراقات 14 مقابل 19، 19 دي برده مش من في منطقه الجزاء عشان بس نوضح، عند اوكلاند سيتي كانت امور من في نص الملعب او من الاطراف. بنتكلم بقى على البيج تشانس، هنا بقى حاجه غريبه بتعكس عدد التسديدات، شفنا تسديدات غزيره جدا على مرمى من اتحاد جده طبعا على مرمى اوكلاند سيتي، ولكن الفرص الكبيره هي فرصه، لان هم الاستغلال النهارده كان معظم الفرص تم يعني ترجمتها لاهداف. الكاونتر اتاكس شفنا واحده بس عند الاتحاد جده، مع انهم على فكره من اهم المميزات اللي عندهم من نقاط القوه عندهم التحولات او التحول طبعا من الحاله، كانوا مستحوذين فالامور فالنهارده الدنيا كانت سهله جدا صحيح. يعني فهنتكلم على ماتش فيه لا يعني النهارده ما كانش فيه كتير جدا نزهه زي ما قلنا، شوتس انسايد البوكس زي ما قلنا طبعا على المرمى فيه 16 تسديده، 14 منهم طبعا او 16 كانت على المرمى 14 مره شفناها قبل كده. الجول كيبر سيف النهارده، الحارس مرمى اتحاد جده ما صدش ما جاتلوش اصلا كور الشاطئ عشان يصدها، كان يريح انقاذ النهارده فيعني ومارسيلو اصلا النهارده شارك، هو غير طبعا الحارس الاساسي ده النهارده، الراجل ده كان قاعد بقاله يعني كان ماتش. الناحيه الثانيه بقى استاذ ابراهيم في تسعه النهارده تصديات من حارس مرمى اوكلاند سيتي غير الثلاثه اللي دخلوا فيه، فده يعني ارقام كبيره جدا. عدد التمريرات زي ما كنا بنتكلم حتى هم عندهم في الدوري لما عرضنا بالاحصائيات عندهم عدد تمريرات عالي جدا، بيقول لك الفريق ده بيستحوذ بيمر الكره بشكل كويس جدا، حتى النهارده 561 تمريره، لا ده رقم كبير جدا لما تلاقي اي فريق فوق ال 500 560 واصل ل 600، لا بيقول لك ان الكوره معظم الوقت كانت في رجل لعيبته في استحواذ، حتى الدقه منهم وصلت لتقريبا 89 أو 90%، لعيبه عاليه جدا، ده ارقام مهمه جدا. يعني دي شكل عام كده على احصائيات مباراه النهارده في الباصات والركنيات حتى اللونج بول، زي ما احنا بنقول ان فريق اتحاد جدا ما بيلعبش الكرات الطوليه، هو حتى النهارده مع رغم الغزاره التهديفيه والاستحواذ ما عملوش الا يعني 21 تمريره منهم سبعه بس بشكل صحيح، مش مميزين او فيها ما بيلعبوش عليها بصراحه. الكروسات النهارده 21 كروس منهم ثلاثه بس صحيحه، وعلى فكره هم من اقل الفرق برضو في الدوري السعودي في حته العرضيات او الكروسات ما بيلعبهاش بدقه عاليه جدا يعني. ده شكل عام عن مباراه النهارده، وكان طبعا الاستحواذ والاستحقاق في العموم يا استاذ ابراهيم المدرب الجديد هو غير طريقته بقى يلعبوا 4-3-3 اغلب المباريات، وهم اغلب اعتماداتهم ان فكره فابينيو يسقط ياخد الكره من المدافعين يبتدي هو اللي يحرك اللعبه، كانتي بيبقى على يمينه والغامدي بيبقى على شماله، وقدام هو عنده الحريه عنده اوراق مميزه كتيره جدا قدام، ابرزهم طبعا كريم بنزيما، عنده رومارينيو، عنده كونرادو، وعنده كمان حمد الله اللي كان مصاب وبنسبه كبيره هيرجع على ماتش النادي الاهلي، وعنده جوتا برده طبعا ما بيلعبش معاهم في الدوري ولكن وارد ان هم يستعينوا بيه في كاس العالم للانديه. فهو بشكل عام هو مدرب جديد، بس هم واحده واحده بيبتدوا يتطوروا معاه ويحفظوا على طريقته، فان شاء الله لا الامور بالنسبه لنا تبقى مختلفه. احنا طبعا حظنا مش كويس قوي على اتحاد جده في تاريخ المباريات، ولكن ان شاء الله دي تتغير في مباراه كاس العالم للانديه دي يعني. ده اكيد، لانه اذا كان عندهم كل هؤلاء النجوم عندنا لعيبه كبيره من ضمنهم كمان او بيضاف اليهم عمرو السوليه، عمرو السوليه اثناء السفر انطباعاته عن البطوله بكل خبراته الكبيره نشوف في هذا التقرير. حاجه كبيره جدا لينا بتمثلنا كلاعيبه جوه النادي الاهلي ان احنا رابع مره على التوالي نشارك في كاس عالم الانديه. الحمد لله ربنا كرمنا في مرتين واخدنا مركز ثالث، ان شاء الله السنه دي طموحنا اعلى ان احنا نلعب مباراه نهائيه ان شاء الله وننافس على طول. لجمهور الاهلي على طول ما بيقبلش غير بالمركز الاول، طموح النادي الاهلي كل سنه بيزيد، فخلاص احنا حققنا الميداليه البرونزيه، فان شاء الله عيننا على المباراه النهائيه ان شاء الله، بس ان شاء الله مركزين في ماتش يوم 15. حاجه مش جديده على جمهور النادي الاهلي، في اي مكان بنروحه بيبقى هو موجود دايما في ظهرنا وداعم لينا وموجود باعداد كبيره، اي بلد بنروحها في افريقيا او في اي مكان في العالم فجمهور الاهلي رقم واحد وعلى طول واقف في ظهرنا يعني. جمهورنا هيبقى طالب مننا كتير ان شاء الله، وزي ما قلت لك طموحه ما بينتهيش، فان شاء الله نبقى على قد المسؤوليه ونبقى عند حسن ظن الجمهور. الحقيقه بعيدا عن النزهه بتاعه اتحاد جده اللي كان فيها في غابات الاوكلاند اللي ما لقاهاش حتى في ضمك، لسه الاسبوع اللي فات لعب في ضمك في الدوري السعودي شال ثلاثه، لكنه اعتقد نزهه الاوكلاند كانت مختلفه، لكن طيارة الاهلي وكلام عمرو السوليه
فكر محمد الباز باحصائيات الاهلي في البطوله اللي فاتت؟ صحيح، يعني ربطا باحصائيات الاهلي بالغزاره الهجوميه بشكل كبير جدا هذا الموسم. لو بصينا على ارقام النادي الاهلي في كاس العالم للانديه النسخه الاخيره استاذ ابراهيم، هتلاقي الاهلي اكثر فريق تسديدا على المرمى، يعني حتى اكثر من ريال مدريد في البطوله ديت ب 55 تسديده في اجمالي الاربع مباريات اللي لعبهم، يعني بتوصل لدقه 35%. اكثر فريق برضو من ناحيه الكروسات اللي اتعملت، عمل 57 كروس، يعني تقريبا 10 كروسات في المباراه الواحده. فعنده وتاني اكثر فريق من ناحيه التهديفيه. احنا عارفين طبعا ان الاهلي ان ريال مدريد طبعا اكثر تهديفا، تسع اهداف. الاهلي بعده بسبع اهداف. طبعا كان في الهلال السعودي بسبع اهداف مناصفه مع الهلال. فاحنا بنتكلم احنا بعد ريال مدريد، احنا من ناحيه الكروسات، الركنيات، الوصول للمرمى، التسديدات على المرمى، الاهلي اعلى رقميا حتى من نسب او الناحيه التهديفيه، كان بعد ريال مدريد رقم 2 طبعا في كاس العالم للانديه. حسين الشحات جلبرتو عنده رقم مميز، شارك في البطوله دي مع فرقتين، عمل ميداليتين. لا يعني دي استكمال الحركه اللي قلتها، فكره الجمهور في البطوله، الجمهور نفسه ساهم في ان فرقه العين توصل للنهائي، فرقه الرجاء توصل للنهائي النهارده، فدور الجمهور دايما بيبقى ليه دور كبير جدا. حسين الشحات النهارده بنتكلم هو اكتر لعيب، يعني ممكن نستعرض برضو ارقام ليه، او يعني شارك مشاركات السابقه ليه، بنتكلم في اربع مشاركات، مشاركه مع العين وثلاث مشاركات مع النادي الاهلي، لعب 12 مباراه في كاس العالم للانديه كاكثر اللاعبين مشاركه على الاطلاق في البطوله. والنهارده ان شاء الله رب يعني يبقى جاهز ان هو يلعب المباراه إن شاء الله اللي جايه ونكسب ونكمل ويسجل ان شاء الله. الثلاثه تتغير، الثلاثه دي على فكره هو تاني هدافين العرب النهارده، لو جاب جون في اي مباراه في كاس العالم للانديه هيعادل ابو تريكه وسالم الدوسري كهدافين العرب، فالنهارده لو جاب جونين هيبقى هو هداف العرب في كاس العالم للانديه. كمان احنا قلنا هنا عنده اربع مشاركات، هو سجل في ثلاث نسخ مختلفه، النهارده كريم بنزيما سجل، فيعتبر هو اللعيب الوحيد اللي سجل في اربع نسخ مختلفه. لو حسين الشحات سجل في مباراه اتحاد جده يبقى هو كمان مع كريم بنزيما في هذا الرقم المميز. حسين الشحات دايما كاس العالم للانديه بتبقى بالنسبه له حاله مختلفه، نتمنى زي ما حضرتك قلت كالخبرات، احنا كمان عندنا لعيبه عندها خبرات ولعيب مميز. النادي الاهلي الاكثر تمثيلا في الدول العربيه والدول الافريقيه، بنتكلم تسع، يعني المشاركه دي هتبقى المشاركه التاسعه، شاركنا ثمان مرات قبل كده ودي التاسعه. الفرق اللي بعد اقرب فريق لينا الهلال ثلاثه، الترجي ثلاثه، يعني في فرق كبير جدا تاريخيا اهو، زي ما بنشوف اهو الاحصائيه بتاعه الانديه العربيه المشاركه في كاس العالم للانديه، هتلاقي في فرق تسع مشاركات للاهلي، يعني بالظبط خبرات يعني كبيره قوي. فالنهارده كل ده دي ثلاث اضعاف اقرب منافسين بالظبط. على فكره الحاجات دي بتسمع، لان انت بتروح تلعب اي منافس هو بيقرا الهيستوري بتاعك، فهو عارف ان انت فرقه متمرسه. احنا كالنادي الاهلي من اكتر الفرق تحقيقا للانتصارات بعد ريال مدريد، ثالث فرقه سجلت اهداف بعد ريال مدريد ومونتيري. فالنهارده احنا عندنا يعني ارقام تخض، احنا كمان مش شرط يبقى انت بس عندك مشاركات بس زي اوكلاند سيتي، ارقامنا تخض، مشاركات ايجابيه بالظبط. في قائمتك هم ثلاث لعيبه اللي هيلعبوا لاول مره، مودست وامام عاشور وكريم الدبيس، كل اللعيبه اللي بعد كده في القائمه لعبت. رامي ربيعه ممكن النهارده نتكلم في المشاركه السادسه ليه في كاس العالم للانديه. فالنهارده لا، كل الخبرات دي مع النادي الاهلي اكيد تبقى اضافه ليه، وزي ما احنا بنعمل طبعا حساب لنادي اتحاد جده وتاريخه ونجومه، اكيد طبعا نادي اتحاد جده عامل النهارده كمان ده اكيد حساب. لعب ايميليانو تادي لاعب اوكلاند سيتي، يعني بقى قد حسين الشحات في عدد المشاركات، ولكن فرصه حسين خلاص هم خرجوا النهارده، حسين الشحات بقى يخش يعدي بقى كرقم تاريخي. عموما هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف رؤيه تحليليه كمان مهمه جدا من البازو جيلبرتو، عشان نلعب يمين وشمال بقى من البازو جيلبرتو بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، رجعنا لكم في التغطيه الخاصه عن الاهلي في المونديال. زي ما شفنا يمكن قبل الفاصل رؤيه محمد البازو جيلبرتو عن مباراه اوكلاند سيتي مع اتحاد جده، وازاي اتحاد جده كان في نزهه اكتفى بالفوز فيها بثلاثيه، لكن من المؤكد انه في تفاصيل تحليليه مهمه جدا نقدمها لحضراتكم. اعتقد الملعب اتعادل كده، جيلبرتو بقى في الشمال ومحمد الباز في اليمين. خلينا نبص ارفع الاوفر على العدل كده ارفع يا جيلبرتو
اتفضلوا. طبعا احنا اول حاجه زي ما قلنا ان اتحاد جده بعد ما اقال نونو سانتو وتعاقد مع مدربه الجديد جايريدو وهو مدرب متميز جدا وعنده خبرات كبيره وحتى هم تعاقدوا معاه بمبلغ كبير جدا غير من طريقه اللعب ابتدى يلعب 4-3-3 الى حد ما. فاحنا هنا هنستعرض ده تشكيله في مباراه النهارده اوكلاند لان هي دي الاوراق اللي هو الاقرب ان هي تبقى موجوده امام النادي الاهلي. النهارده مارسيلو جرويدا الحارس، الاربعه اللي ورا طبعا عندنا قلبي الدفاع حسن قادش واحمد حجازي العائد بعد فتره طويله من الاصابه، وشنقيطي على اليمين وزكريا هوساي على الجانب الايسر، وده من مفاتيح اللعب المهمه جدا عندهم في اتحاد جده. الثلاثه اللي في نص الملعب فابينيو ونجولو كانتي والغمدي، الثلاثه دي التركيبه بتاعتهم دايما ان فابينو هو اللعيب اللي بيسقط كده ياخد يستلم الكوره وهو اللي يبتدي يحرك الملعب، فدايما وجوده بيبقى مهم جدا لان هو همزه الوصل دايما ما بين الكتله الدفاعيه، بعد كده يبتدي ينقل الفرقه هجوميا. الثلاثه اللي لعب بيهم في الهجوم المباراه دي بنتكلم طبعا كريم بنزيما وكورنادو ورومارينيو او روما زي ما هم بيقولوا. طبعا في عندهم حمد الله بيبقى اغلب الوقت موجود طبعا في التشكيله الاساسيه لكن هو غايب النهارده للاصابه، وارد جدا يبقى موجود في مباراه النادي الاهلي. فبنتكلم هي الفلسفه العامه ان هم فكره الاستحواذ وبيحاول دايما يستحوذ على الكوره، يحاول دايما ينقل الكوره، بيعمل ضغط عالي يعني النهارده طبعا عشان ضعف المنافس وممكن الضغط العالي ده ما يبقاش ظهر كتير، ولكن هو فكره المدرب الجديد الفلسفه بتاعته اللي ظهرت بدايه مباراه الاتفاق حتى لما تعادلوا رغم التعادل في مباراه الاتفاق 1-1، ولكن الناس كانت بتتكلم على ان في افكار جديده بتطبق منها الضغط العالي المبكر. لكن طبعا الطريقه دي واللعيبه دي عندهم مشاكل، يعني هم مميزين جدا هجوميا ولكن دفاعيا انت النهارده تقدر تلعب على تقدم هوساي بشكل كبير، تقدر تلعب على المساحة اللي ورا فابينيو لما بيبتدي يستلم الكرة أو بيعملوا الضغط العالي، فأنت النهاردة عندك كذا حل أو كذا ورقة أن أنت تقدر تلعب عليها تخلهم الدفاعات بتاعتهم زي ما احنا استعرضنا مع حضرتك في البداية رقميا هم عندهم مشاكل دفاعية واضحة حتى مع وجود النهاردة أحمد حجازي رجع، ولكن هو عنده أصلا في مدافع كمان مميز جدا لويس فليبي اتصاب، فهو الحتة دي عنده فيها مشكلة. فالنهاردة المشاكل دي هي كرة القدم أخطاء، مين اللي يقدر يستغل الخطأ ويلعب عليه؟ فالنهارده إن شاء الله النادي الأهلي يقدر إن هو يستغل الأخطاء دي ويلعب عليه. إن شاء الله. صحيح، ربطا بالأرقام زي ما قال جيلبرتو بالظبط، احنا بنتكلم على الاثنين طبعا الأظهرة الباك اليمين والباك شمال، حتى نتكلم على مهند الشنقيطي حتى وزكريا. الاثنين دول يا استاذ ابراهيم حتى بالارقام من اكتر الاثنين في الفريق اللي بيساهموا في الكروسات او الكرات العرضيه. ليه؟ لان هما دايما بيتقدموا فبيسيبوا مساحات بشكل كبير جدا في خط الخلف الدفاع عندهم. زي ما قال برضو جيلبرتو فابينو كانتي لسه هما الاثنين ما قروش بعض بشكل كبير جدا، زي ما بيقولوا البيرنج ما بينهم في نص الملعب لسه ما ظهرش بشكل كبير جدا. فابينو كان يعني بعض الغيابات، كانتي طبعا كان غايب لفتره طويله جدا من الاصابات، بدا ان هم يعملوا التوليفه بشكل جديد جدا، فلسه الربط ما بينهم بشكل كبير، فدايما بنلاقي مساحات في ظهرهم او في نص الملعب في الربط. الميزه ان كانتي من احسن طبعا اللعيبه كلاعب ارتكاز اللي بيقدر يهاجم المساحه، اللي بيقدر يغطي ويطلع قدام بوكس تو بوكس، فده الحاجة المميزة عنده بشكل كبير جدا. كريم بنزيما السنة دي 9 أهداف معاهم و3 أسيست. اتكلمنا طبعا على عبد الرازق حمد الله كان مصاب النهارده وفي كلام كبير ان هو يشارك الماتش الجاي، جاي برده 5 أهداف من أهم اللعيبة أو مفاتيح اللعبة عندهم. النهارده شفنا بشكل كبير جدا كورنادو ده لعب النهارده مباراة عالية جدا، الشوط الأول من أكتر اللعيبة اللي لمست الكورة، اتحركت بشكل كبير جدا، عملت ربط كبير جدا مع بنزيما حتى مع زكريا بشكل كبير. هنبدأ بقى الحالات نوضح ان هم عندهم مشاكل طبعا دفاعيه بشكل كبير جدا، ورقمين استقبلوا عدد اهداف كبير جدا، 18 هدف كان المفروض يدخل فيهم اكتر من 18 هدف زي ما قلنا من الاهداف المتوقعه المستقبل. الحاله الاولى ده دامك، ده المباراه الاخيره اللي خسروا فيه 3. اول حاجه هنا بنتكلم هم عندهم مشكله في التحولات، يعني هو الفريق بيهاجم بشراسه
بتقدر بيكشف خط الدفاع عنده، خط الظهر عنده بيبقى مكشوف بشكل كبير جدا. لو احنا استغلينا التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بشكل سريع جدا، وعندنا طبعا مفاتيح لعب اللي بنقدر نعملها بحسين الشحات بيرسي تاو، عندنا الميزه في الحته ديت، مشكلتنا فقط طبعا في الفينشنج قدام، ولكن بنقدر نعملها بشكل كبير جدا. نكمل الحالات عشان نشوف التحول كان يعني، معلش نرجع للصوره اللي قبلها علشان نبدا الحاله من هنا. دي كانت طبعا هجمه مرتده، كانت اللعب كله طبعا لما نتكلم فيه زياده عدديه في 6-7 لعيبه من اتحاد جده على هنا مدافعين دمك، وبعدين الكره على طول اتردت بسرعه جدا. اللاعب هو دمك اللي عند دايره السنت او عند خط منطقه خط الجزاء لعب الكره بسرعه. نكمل هنلاقي بقى، بص هنا يا استاذ ابراهيم، خط الظهر عندهم مكشوف بشكل كبير جدا، لان الفول باكس عندهم بيزيدوا فبيسيبوا مساحات كبيره جدا، وده كان في المباراه الاخيره. بس ده يمكن لما كانوا متاخرين 3 كان لسه 0-0 في الدقيقه 11. وده النهارده شفناه على فكره في اكتر، يعني انا كنت كاتب الدقايق بس ما لحقناش نطلع الحالات في ماتش النهارده عشان كان الماتش سريع يعني مع البرنامج. لا كان في اكتر من حاله دقيقه 15. هل دمك استغل ده؟ طبعا دي اتردت وكان ده واحرزه منه هدف. تمام. النهارده في اكتر من كوره من اوكلاند سيتي، لو كان عندهم طبعا يعني الشكل التنظيمي بشكل كويس كان النهارده كان ممكن يحرجوا اتحاد جده وعملوها. يعني شفت حتى هجمه في الدقيقه 75 في الشوط الثاني لاوكلاند سيتي كان في مساحات بشكل كبير جدا. نكمل الصوره، خلاص هو ارتد يا استاذ ابراهيم وبقى اصبح في مواجهه المرمى واحرزوا الهدف الاول لدمك كان في الدقيقه 12 تقريبا. هي دي الفكره اللي بقول لحضرتك عليها، ان هو النهارده هو بيعمل ضغط عالي جامد جدا، بيستغل اللعيبه اللي عنده، ولكن سرعه ارتدادهم فيها مشكله. النهارده انت تقدر تلعب على حاجه زي كده. هما بيكسبوا الاستحواذ بشكل كبير جدا زي ما عرضنا رقميا، يعني تقريبا بيوصلوا 57-58%. ففي تكتيك على مارسيل كولر ممكن يستغل، ممكن يسيب لهم الاستحواذ، وعملها قبل كده في ماتشات كتيره جدا. مؤكد ان كولر قاري بشكل كبير جدا. عندهم مشكله ثانيه في الكوره الثانيه، يعني بمعنى ان انت ممكن تلعب عليهم كروسات او كور عرضيه من اي مكان، سواء من الاطراف او حتى من يعني كرات قطريه. الدفاع لما بيجي يخرج الكره عندهم بيخرجها بشكل يعني في كده رعونه، فبالتالي الكره الثانيه مش بتاعتهم، دايما الفريق الخصم بيكسبها، وشفناها في اكثر من مباراه. يعني حتى في دمك كان لسه التعادل 1-1 ده في نهايه الشوط يعني الثاني في الوقت الضائع من الشوط الاول. سوري، الكره هنا اتلعبت كانت عرضيه، اتلعبت المدافع طبعا الاتحاد بيخرجها، نزلت الكره الثانيه خلاص مش بتاعتهم، مفيش تغطيه عندهم، نزلت للاعب دمك استلمها طبعا واحرز الهدف. ده بالصدفه دمك كمان كان لابس احمر في الصوره هنا يا استاذ ابراهيم. 6 عندهم كام لاعب من اتحاد جده موجود جوه منطقه الجزاء، ولكن تمركزاتهم كان فيها مشكله. هم قدر ان هم دمك فكره الكره الثانيه، ودي برده مهمه جدا، لعيبه النادي الاهلي لازم يلعبوا عليها. الكره الثانيه مهمه جدا، ان انت لما بتاخدها بتحبط اي هجمه للفريق المنافس، وكمان بتفضل زنق. النهارده هو هنا في الكره الثانيه مش هيعرف يصلح من وضعه سريعا، تقدر انت تخطف وقتها وتسجل، او ان انت تخلخلهم كده زي ما بنقول بلغة الكرة. اذا فنيا اتحاد جده في المتناول مع تركيز لعيبه الاهلي واستغلال مواقفها الهجوميه كويس قوي. طبعا طبعا الهجمه المرتده الخط الدفاع عندهم بخط الظهر زي ما قلنا، الفول باكس او الاظهر عندهم بتكشفه بشكل كبير جدا ان شاء الله. الربط في نص الملعب مش كبير جدا ما بين فابينو او كانتي، لحد دلوقتي ما شفناش التناغم ما بينهم. الكره الثانيه بشكل كبير جدا، ده عندنا دي اول مثال، يعني لو ده مثال ثاني، ده مثال ثاني يا استاذ ابراهيم. دي اول صوره فيه كانت برضو الكره اتلعبت عليهم اتردت، يعني هنا مدافعين اتحاد جده بيخرج الكره بيخرجها طبعا، يعني نكمل، نزلت عند خدها على طول اللاعب دمك وسدد من خارج، يعني احنا شوف 1-2-3-4 في 6 لعيبه واقفين ناحيه سد. الشمال هو خد القرار وسدد وجت جون على فكره. بس بص يا استاذ ابراهيم، ناحيه الشمال اقصى شمال لاعب واقف فاضي تماما، وهنا في واحد في لاعب فاضي على خط بالظبط، وفي الرايت لوحده بالظبط. فانت عندك اليمين والشمال في الأظهرة عندهم فيها مساحات كبيره جدا، وده كان ماتش طبعا يعني دمك اعتقد هو في منتصف الجدول او 6 أو 7 مرتب 6 أو 7 في الدوري السعودي. فريق برضو قوي يعني، فده الشكل الثاني. طيب هم مميزين في ايه؟ مميزين في الكاونتر اتاك طبعا. دي بقى الحركه اللي كان بيعملها
كيتا ده لاعب بيعمل زياده هجوميه مع روما من ناحيه اليمين، لاعب كورنارد من ناحيه الشمال بيزيد معاه طبعا زكريا الهوساوي بيعملوا زياده عدديه، بيكشفوا خط الدفاع عندهم او خط الدار عندهم، ولكن هم في الناحيه الهجوميه عندهم شراسه هجوميه يعني بشكل كبير. بالبلدي كده زي ما بيشرح الباز التفسير بقى، هم جيدين جدا في التحول الهجومي ولكن ارتدادهم الدفاعي بطيئة. عندهم في مشكله لحد دلوقتي لسه ما اتعالجتش بنسبه 100% لان المدرب برده ما بقاش عاطي. فانت تقدر النهارده ان انت تلعب على الحاجات دي من خلال السرعات اللي عندك واللعيبه اللي عندك وخبراتهم، يقدروا ان هم النهارده يستغلوا حاجات زي كده ان شاء الله. دي قراءه فنيه ورقميه مهمه جدا. محمد الباز بشكرك شكرا جزيلا. شكرا زبير. وايمن جلبرت شكرا جزيلا بيكم، انا شخصيا استمتعت برؤيتكم وان شاء الله تعالى يوم الجمعه نفرح كلنا باذن الله. باذن الله كل التوفيق لنا. جلبرت شكرا الباز. شفتوا حضراتكم الرؤيه الفنيه المتميزه الحقيقه رقميا، ازاي بتقدر تطمئن على الاهلي في مباراه الجمعه انه اتحاد جده حتى وهو كسبان النهارده 3-0 لكن كانت في فسحه مع اوكلاند النيوزلندي، لكن من المؤكد ان الاهلي بخبراته وبتركيزه وبالحاله اللي اللعيبه بتتكلم عليها ان شاء الله يوم الجمعه يوم مختلف. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنستقبل ضيفين مختلفين في رؤيه من داخل الحدث نفسه. صديق العزيز الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الاستاذ علي مسعود مدير تحرير صحيفة مكة السعودية، ومن المؤكد انه بخبرات طويلة جدا عنده الكثير عن اتحاد جدة وعن المونديال السعودي من الداخل، والناقد الرياضي المتميز عمر البنوبي اللي كمان عنده متابعة دقيقة لهذا الحدث في رؤية معلوماتية تحليلية اخرى مهمة. علي مسعود وعمر البنوبي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، رجعنا لكم والحقيقه في استمرار التغطيه الخاصه عن مشاركه الاهلي في المونديال. شفنا في الفقره الاولى مع محمد الباز وايمن جلبرتو رؤيه تحليليه رقميه خاصه لفريق اتحاد جده بعد ما تجاوز فريق اوكلاند سيتي في مباراه سهله جدا لصحاب الارض وصعد، علشان المباراه اللي كانت محتمله اصبحت مؤكده، الاهلي واتحاد جده مساء الجمعه ان شاء الله تعالى في مباراة مهمة جدا 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 تترقبها كل الجماهير العربية. عشان كده في قراءة لهذا المشهد الساخن من الداخل يسعدنا أن يكون معانا الضيف العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ علي مسعود مدير تحرير جريدة مكة. أهلا بك يا أستاذ علي. الله يسلمك. منور. نورك الله يخليك. أنت إيه مبسوط من المونديال وجاي مزهزق كده؟ أكيد أكيد. أهلا بك يا أستاذ علي. الله يسلمك. والناقد الرياضي المتميز الحقيقة اللي دايما عنده المعلومة ودايما عنده الخبر اليقين عمر البنوبي اللي أنا دايما سعيد بنجاحاته. أهلا بك يا عمر. أهلا أستاذ إبراهيم وأهلا بمشاهدي قناة النادي الأهلي. أستاذ علي، السعودية تقدم على تنظيم كأس العالم للأندية، وده أعتقد كان بداية اهتمام كبير من الجانب السعودي بفعاليات رياضية كبيرة وصلت إلى حد بعد كده الحصول على شرف تنظيم كأس العالم 2034. طبعا. كأس العالم للأندية في الإعلام السعودي وأنت واحد من صناعه، شايفه إزاي؟ أولا تحياتي لحضرتك ولكل جمهور النادي الأهلي والقناة النادي الأهلي. أهلا وسهلا. الإعلام السعودي لا حديث له على مدار الأسبوع اللي فات غير بطولة كأس العالم بشكل عام والاتحاد على وجه الخصوص، لأن الاتحاد يمكن بيرجع للبطولة بعد 18 سنة من مشاركته سنة 2005. فالأجواء كلها سواء في البرامج الرياضية أو في الصحف، النهاردة مثلا صحيفة الرياضية منزلة عدد خاص عن الرياضية، لان الصحيفه الرياضيه اليوميه الوحيده اللي موجوده في السعوديه منزله يمكن العنوان الرئيسي الماتشيت الرئيسي جده مجرة النجوم. وكمان مميزين في عناوينهم الرياضيه بالظبط. ويمكن لو لاحظت انت لو قلبوا في الصفحات جوه في موجود عاملين صفحه عن الاهلي اعتقد عمالقه القاره او حاجه زي كده او بطل افريقيا وبرضه صفحه عن مانشستر يونايتد، صفحه عن مانشستر سيتي سوري، صفحه عن الاتحاد، وكل كل فريق واخدين له صفحه من شغل جميل يعني. ده حال، ده نموذج من الصحف السعوديه كلها الورقيه. الاعلام صالح الخليف مركز يعني؟ بالتاكيد. يعني صالح الخليف نصراوي بس هو مهتم بالاتحاد يعني. لانه
رئيس تحرير سابق لصحيفه الاتحاديه. الـ 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 الاعلام عملاق افريقيا الاهلي. عملاق افريقيا بالظبط. الاعلام الفضائي او الاعلام، يمكن انا اتفرجت على حلقه امبارح كان وليد الفراج اكشن يا دوري مع مستضيف النجوم الاعلام الاتحادي محمد البكيري وعدنان جستانيه وجمال عارف، مجموعه كبيره من الصحفيين المعروفين او المصنفين هناك انهم نجوم الاعلام الاتحادي. كله قول لي الاتحاد ازاي تحط رقم كام في الشعبيه في السعوديه؟ والله في حاجتين، يعني هو معروف رقميا الهلال رقم واحد، الهلال الزعيم، لكن الاتحاد الاكثر الجمهور الاكثر تفاعلا في السعوديه. بمعنى يعني الارقام بتاع الاربع سنين اللي فاتوا في الملعب بتقول الاتحاد الاكثر حضورا. السنه دي في 16 مباراه في الدوري لغايه دلوقتي الاتحاد جمهوره تقريبا 433,000 او 430,000. 430,000 في 16 مباراه؟ في 16 مباراه. الاتحاد هو النادي اللي بيحضر له في الجوهره المشعه لتصطيف البطوله 65,000 بيقفلوا الملعب. الملعب الساعه كامله. كم؟ 65,000 الساعه الرسميه. فالاتحاد صاحب الشعبيه الاكثر تفاعلا. يمكن الهلال في الشارع الاكثر، لكن داخل الملعب الاتحاد هو الاكثر جماهيريه. بالارقام يعني على مدار الاربع سنين اللي فاتوا، على مدار العشر سنين حتى. يعني الهلال شعبيته اكتر لكن جمهور مش مهتم. الهلال كان فيه يمكن من كام سنه كده جابوا شركه ابسون الامريكيه عملت استطلاع راي كانت طلعت الهلال لوحده 45% من الهلال لوحده. الهلال لوحده وطلعت بقيه الانديه الاتحاد ثم النصر ثم الاهلي السعودي. ماشي، لكن النصر يقل على الاتحاد في الشعبيه ولا اكيد يسوي. اللي هو في المركز الثاني وفقا للاستطلاع كان الاتحاد. لكن كل عارف في السعوديه ان جمهور الاتحاد في الملعب هو رقم واحد. بأهزيجه بتفاعله بالتيفو اللي بيعمله كل يمكن حتى في تيفو عمله من كام سنه بتاع محمد رسول الله ما زال عالق وما زال بيصنف على انه التيفو رقم واحد. هم حاليا حتى في البطوله دي مخططين انهم في مباراه الاهلي يعملوا تيفو مختلف. لكن جمهور الاهلي برضو في المقابل اعتقد عنده اقبال كبير جدا، هاجي لك عليه لان جمهور الاهلي اشعل السوق السوداء للتذاكر في جده. خلينا نشوف عمر اقامه البطوله في السعوديه وصاحب الارض يكون مشارك بالشعبيه ديت، من المؤكد انه شعبيه الاهلي مع شعبيه الاتحاد تخلي مباراة الجمعة مختلفة. وأنا أعتقد إنه البطولة مختلفة والمباراة مختلفة، لأنه كمان ما ننساش إن دي آخر نسخة بهذا الشكل وبهذا النظام في تاريخ كأس العالم للأندية. خلاص أنت بتتكلم إنه يعني 25 هتبدأ 25 تبدأ 32 تيم وأكبر الفرق في العالم. والبطولة اللي جاية 24. اللي جاية زي ما هي يعني هتبقى قبل الأخيرة، لكن أقصد إنه يعني إحنا وصلنا لمرحلة إنه خلاص بنستعد لتغير كمان في شكل البطوله. وبالتالي مش هتبقى المساحه متاحه لشكل المنافسه الحالي انه يظهر كتير بعد كده، هي نسخه واحده كمان. والموضوع ده انتهى وتبدا تدخل كانك رايح كاس عالم منتخبات. انك تلعب بالظبط 32 تيم هم ابطال القارات على مدار من سنه 2020 لحد 2025. الاهلي تقرر او تاكد مشاركته، الاهلي تاكد مشاركته، الاهلي مانشستر سيتي ريال مدريد تشيلسي الوداد المغربي، مجموعه انديه اعتقد ان هي بتمتلك ميزه نسبيه زياده عن كل الانديه المنافسه ليها في بلدانها، حتى بان هي ضامنه المشاركه في النسخه الاولى من هذا الشكل. ليه؟ لانهم واخدين بدايه من دوري ابطال 2020 ومع التكرار يبتدي ياخد بالتصنيف. فبالتالي برضو الامور مش سهله على بقيه الفرق. فداخل الاهلي وداخل بالظبط. فهنا كمان اتحاد جده هيكون موجود. فهنا المواجهه ممكن تتكرر كمان بعد كده، او وارد انه ده يتكرر بعد كده. نفتكر كمان انه في خلفيه تاريخيه لمواجهه الاهلي واتحاد جده قبل كده كمان في كاس العالم 2005. يمكن كانت مشاركه الاهلي كان لسه بيتعرف على اجواء اليابان وكاس العالم للانديه. ده احنا خدنا مقلب جامد. بالظبط يعني احنا مسافرين اليابان قبل الماتش بيومين، اللعيبه لسه نايمه والماتش خلاص الليل والنهار مقلوبين. كان اتحاد جدة الحقيقة عنده خبرات أحسن، راح كوريا عمل أعتقد في كوريا أو في الصين عمل معسكر قبل البطولة، اتعود من الناحية البيولوجية وجي على اليابان خلاص ظبط الليل والنهار.
جه كان لعيبه الاهلي لسه النهار ليل والليل نهار ما ظبطتش بيولوجيا، فكانت المباراه مؤثره جدا. احنا هنا كمان ما عندناش رفاهيه الاستعداد، احنا ما عندناش وقت لاي مباريات حتى وديه. يعني مفترض اي تيم في العالم بيجي في وقت من الاوقات بيعمل الفريق الثاني يلعب ماتش، يعمل مباراه وديه ما بين المباريات. انت ما بقاش عندك الرفاهيه دي بسبب ضغط الجدول في جميع المسابقات بتاعتك. زاد السنه دي حكايه الدوري الافريقي، بدات الموسم بالعكس، ان انت بتبدا بمباريات رتمها عالي جدا، علشان في ناس كتير ما تبقاش باصه للحاجات دي. يعني الاهلي يقول لك اصل الاهلي النتائج الفتره اللي فاتت مش قوي. يا جماعه ما هو بص للموسم بدا ازاي. انت اول مره تبدا موسم ببطوله زي الدوري الافريقي انك تلعب في 10 ايام، تروح سان داونز وتيجي وتلعب ماتش ذهاب وعوده. تخيل من ده تطلع على الدوري المصري، ومن الدوري مؤجلاتك تطلع على ايه؟ على اتحاد جد. النقطه الاهم انه الفيفا نفسه في شكل خاص للبطوله، انه بتتلعب على ملعب واحد البطوله، الفرق نفسها كلها بتتمرن برضو في نفس مركز التدريب بالظبط. يعني هي كلها في جده، البطوله شكلها مختلف. لكن الشعبيه كمان زي ما حضرتك ذكرت، شعبيه النادي الاهلي ووجود طبعا الجاليه المصريه والاهلاويه اللي موجودين في كل مكان، وبيعتبر ان هم في بيتهم الثاني في المملكه العربيه السعوديه، فبالتالي شعبيه الاهلي هتكون حاضره، وحاضره بالشكل اللي احنا متعودين عليه، كاني بلعب في فاينل دوري ابطال افريقيا، كاني بلعب مباراه في نهائي كبير داخل استاد القاهره، زي ما هكون هلعب برضه في جده. هتلاقي جمهور الاهلي متواجد محتل مكانه في المدرجات بيشجع الاهلي بكل قوه، وفي المقابل جمهور اتحاد جده شغوف جدا بانه يشوف تجربته الجديده هيكون شكلها ايه قدام عملاق القاره الافريقيه، وخصوصا بعد برضو مباراة الهلال والأهلي اللي كانت في كاس العالم النسخة قبل الماضية، برضو ما زال لها أثار حتى الآن على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس بتتكلم عن مواجهة الأهلي والهلال والأهلي واتحاد جدة هتكون الناتج شكله إيه. طيب أستاذ علي، عمر أشار إلى هذا الاهتمام الجماهيري الكبير ببعثة الأهلي زي ما احنا شايفين من لحظة وصولها إلى جدة. الجمهور شفنا الجمهور محتشد قدام المطار في استقبال البعثة. الاسعار التذاكر اعتقد ارتفعت بشكل جنوني تأكيد في السوق السوداء. يعني مثلا سعر التذكره على الموقع كانت ب 40 ريال سعودي، 40 ريال 40 تقريبا حوالي 500 جنيه مصري. وصلت في السوق السوداء ل 288 ريال، ما يساوي 3000، يعني يقارب يتخطى ال 3000 جنيه. من 500 جنيه ل 3000 جنيه، 3000 جنيه واكثر. ماشي. ده في السوق السوداء. وعلى فكره النقطه الاخيره اللي اتكلم عليها الاستاذ عمر اللي هي حكايه شغف جمهور الاتحاد، وان جمهور الاهلي كان له الاولويه في انه اول ما فتح باب الحجز الالكتروني كان خد كميه كبيره من التذاكر. ده تسبب في حاله من الاستفزاز على مدار اليومين اللي فاتوا. انا يمكن شفت صوره لسه كنا بنتكلم فيها، طابور طويل على نادي الاتحاد واقفين صفين من اول النادي لاخره عشان ياخدوا تذاكر. يعني في حاله استنفار جماهير الاتحاد بقى، في حاله استنفار ما بين جماهير الاتحاد. عاملين حاجه هناك اسمها مدينه النمور، مدينه النمور عاملين ثلاث اماكن للتجمع قبل مباراه الاهلي، باعتبار ان النمور ده اللقب بتاع لقب نادي الاتحاد، اللقب الاصفر. مدينه النمور عاملين ما شاء الله الجمهور قدام المطار. برضو استقبال كان جماهيري. جمهور الاهلي عودنا عليه دايما، سواء في قطر، في الامارات، في السعوديه، الجماهير حاضرة بالتأكيد. وهم عشان كده يعني هم متخوفين جدا من حضور الجماهير الأهلي، لأن هم ممكن ما ياخدوش راحتهم زي كل مرة. النهاردة لو ممكن تشوف ماتش النهاردة، الملعب كله جوهر المشاعتين، تقريبا تلتين الملعب على الأقل كان موجود جمهور الاتحاد والباقي فاضي. لكن ماتش الأهلي هيبقى له طقوس خاصة، عاملين ثلاث أماكن تجمع الجماهير تحضر، وفي أتوبيسات مجانية تنقلهم للاستاد الملك عبد الله اللي هو الجوهره المشعه، من نادي ومن اماكن كثيره في جده. عاملين حاجه تانية في الاستقبال من اول ما تيجي المطار، يعني عاملين اجواء المونديال باديه مع قدوم اي مشجع او اي مهتم. في اتوبيسات بتودي الملعب، ما بين ملعب الملك عبد الله وما بين المطار يمكن 5 7 كيلو تقريبا. الاجواء بقى بالنسبه للاهتمام بالاهلي كتير كبير، يعني هم يمكن زي ما اشار الاستاذ عمر في وسائل التواصل الاجتماعي في حاله من التراشق، ويمكن في حاجتين مؤثرين في الموضوع ده. مباراه الاهلي والهلال اللي هي في كاس العالم الاخيره، ومباراه الاهلي والاتحاد في 2005.
دول عاملين ارتكاز لمناوشات الجماهير ما بين الطرفين. جمهور كتير من جمهور الهلال وجمهور النصر وجمهور الاهلي، جمهور الاهلي السعودي بالتحديد هيكون له دور كبير في جمهور الاهلي، الاهلي السعودي يعني في دعم الاهلي المصري. يعني انا يمكن شايف حاجه على تويتر قبل ما ادخل، احد المشاهير التواصل الاجتماعي كاتب ان احنا هنشوف جمهور الاهلي الهلال والاهلي والنصر في مباراه الاتحاد ويشجع الاهلي المصري. ده يحصل؟ يحصل هناك بسهوله جدا والله. بالتاكيد مفيش محاذير فيه، وبالتحديد جمهور الاهلي. باعتبار الاهلي باعتبار يعني الاهلي الاهلي وهو المنافس يعني، وهو المنافس التقليدي للاتحاد في مدينه جد في المنطقه الغربيه. فمن يعني هيكون له دور كبير جدا. فزي ما بقول لك مناوشه جمهور في كتير جدا بيتكلموا على ان احنا هنجيب لكم طار، الطار بتاعكم بتاع الهلال، الهلال ماتش الاربعه. يعني دي عامله نقطه جدل كبيره. في ثقه عاليه جدا بسبب ماتش 2005. يعني في كتير جدا من عند الاتحاد مع من انه ما حدش من الجيل ده موجود من الفرقتين يعني. بمناسبه الجيل بقى، النهارده موضوع الاستنفار ده الاتحاد استدعى كل صناع ماتش 2005. كان النهارده عاملين غدا اللي عازمهم منصور البلوي اللي كان رئيس النادي، رئيس الاتحاد وقتها، رئيس الاتحاد وقتها. كان حاضر محمد نور اللي سجل الجون. كان حاضر لاعب اسمه تشيكو لاعب وسط الاتحاد شهير. ولاعب اسمه محمد كالون. وكان في حضور استدعوا كل عناصر النجاح في 2005 عشان يدوا الروح دي او يعكسوها على الجيل الحالي. طبعا الجيل الحالي مش محتاج فيه اربعه واخدين كاس واخدين كاس العالم الانديه. بس فبقول لك حاله من الاستنفار غير طبيعيه بسبب ماتش الاهلي على وجه التحديد. الارتكاز على الماضي في ان انت بتستدعي لعيبه في 2005 كسبوا الاهلي. الاهلي عنده خزين من الذكريات الكبيره في البطوله. ازاي الاهلي بينطلق في البطوله دي؟ اعتقد انه الرقم نفسه ان انت بتشارك للمره التاسعه في كاس العالم للانديه يفرق كتير قوي. واعتقد انه خبره كمان، وانا هاخد من تصريح محمد الشناوي، كابتن محمد الشناوي قائد فريق النادي الاهلي، قال لك رهبه مواجهه الكبار اصلا زالت عند لعيبه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. اخر نسخه ملعب ريال مدريد وفلامينجو، ريال مدريد ولعبت مع اكبر الفرق العالميه، حتى بايرن ميونخ لعبت مع، عملت مباريات في فوارق طبيعي مع الفرق التوب ليفل في اوروبا، لكن فوارق طبيعي، لكن انت لعبت واديت وقدام ريال مدريد حتى باعتراف كريم بنزيما، كريم بنزيما، كارلو انشيلوتي وقتها. حتى في ده كريم بنزيما بالظبط امبارح قال لك احنا لعبنا ضد الاهلي مع ريال مدريد وكان منافس صعب، بخلاف كمان ريال مدريد كشفوا بعد البطوله الفيلم الوثائقي اللي اتعمل وبثته قناه نادي ريال مدريد عن البطوله. وازاي انشيلوتي كان بيتكلم في اوضه الملابس ما بين الشوطين واللي بيتكلم انه الاهلي فريق عامل ماتش كبير على ريال مدريد. فمن هنا فكرة خبرة النادي الأهلي أصلا بعيدا حتى عن المشاركة التاسعة والتاريخ والكلام ده كله، إنه لا أنت عندك خبرة البطولة، بخلاف خبرة البطولة خبرة اللاعبين نفسهم بتوع النادي الأهلي في البطولة كأس العالم للأندية. إحنا بنتكلم النهاردة تسمع التعليق على مباراة أوكلاند والاتحاد السعودي وتلاقي إنه المعلق بيقول ده إيميليانو تادي عادل رقم حسين الشحات، فأنت لعيبتك هم اللي عاملين أرقام وبقية اللعيبة في مختلف الأندية بتسعى إنها تعادل الارقام دي، مش بس مش حتى تحطمها، انها تعادل هذا الرقم. يعني ايميليانو تادي انتهت الحكايه، هو عادل رقم حسين الشحات. بكره حسين او يوم الجمعه ان شاء الله حسين الشحات لو موجود في التشكيل الاساسي بياخد الرقم مره ثانيه وبيعمل رقم جديد ويستنى حد غيره يجي يحطمه. وبالتالي لعيبه الاهلي لازم ترتكز على ده، مش هنرتكز على النتائج التاريخيه، التاريخ خلاص اتكتب واتلعب ومباريات ومحدش قدنا كتب تاريخ بالظبط. يعني احنا بنتكلم من 1907 للنهارده، بعيدا عن كره القدم حتى، اقصد انه التاريخ تاريخ النادي الاهلي مش محتاج ان احنا نتكلم عنه، لكن اللي محتاجين نتكلم عنه انه فريق النادي الاهلي ما بيخافش من اي فريق. فكره انه حاله الشغف الكبيره اللي عند جمهور اتحاد جده انه عاوز يشوف فريقه هيعمل ايه في مباراه النادي الاهلي، احنا كمان شفنا الاهلي على مدار سنوات احنا عاصرناها وشفناها في بطوله كاس العالم للانديه وصل للبرونزيه 3 مرات، كان على في بطوله 2006 لو كانت الظروف يعني مع الاهلي شويه كان وصل النهائي وبرشلونه يومها ما كانش شايف واتغلب في النهائي، كان ممكن تخيل السيناريو كان ممكن يبقى شكله عامل ازاي في هذا التوقيت. هي الفكره كلها في الخبرات بقى،
الخبرات اللي موجوده عند اتحاد جده سواء من اللاعبين الكبار اللي موجودين او المدير الفني، لانه مش غريب عن كاس العالم. يعني جاياردو مع ريفر بليت في 2015 راجل وصل الفاينل، اتغلب من برشلونه 3، بعد كده برده مع ريفر بليت تاني اتغلب من العين في السيمي فاينل بس اخذ البرونزيه في 2018. فهو الراجل عنده خبره كاس العالم للانديه كمدرب. لكن برده نفس الكلام مارسيل كولر، حتى ارقام الاثنين مدربين مارسيل كولر وجاياردو في السنه اللي فاتت، جاياردو رقم واحد، مارسيل كولر مع جوارديولا رقم اثنين في تحقيق الانتصارات مع فرقهم. مش بنقارن في المستوى الفني، انا بقول المقارنه اللي صدرت في الاعلام الاسباني عن الارقام على مدار السنه. وبالتالي انت عندك سواء على الجهاز الفني او على مستوى اللاعبين، انت عندك خبره اللاعبين بتوعك كتيم في كاس العالم للانديه كبيره جدا. مفترض انه المباراه سواء على ارض الملعب في ال 90 دقيقه او حتى في المدرجات يعني مؤهله بشكل كامل لانها تكون مباراه ممتعه. لكن حظوظ النادي الاهلي في رايي، الاهلي لديه الحظوظ ان هو يقدر يفوز ويقدر يكمل مشواره المعتاد في كاس العالم للانديه، ويحلم باكتر من فكره انه يصعد لمنصه التتويج ببرونزيه، يفكر في الاكتر من كده. لانه انا بالنسبه لي هلعب ماتش الاتحاد، بعد كده هفكر في الماتش اللي بعده حسب النتيجة. والأهلي عنده حظوظ إن شاء الله. الأهلي عنده حظوظ وعنده كمان أجواء مختلفة هيرجع لعمر فيها. لكن على ذكر الأجواء أستاذ علي، يعني الاتحاد جدة مع كل هذه الصفقات الكبيرة جدا، شايفينه في الدوري السعودي في ترتيب بعيد، الرابع أو الخامس دلوقتي خالص. والأسبوع اللي فات بيخسر ثلاثة من ضمك أحد أندية الوسط، بكل كريم بنزيما وكل الأوراق الكبيرة اللي معاه. إيه الحالة داخل الاتحاد؟ الاتحاد كان بيعاني فنيا من بداية السنة، يمكن حصل في المدرب يمكن لسه جاي بقاله، دي تالت مباراة ليه، لعب مباراة سبهان الإيراني وضمك ودي التالتة اللي بتاع النهاردة. مشكلة الاتحاد كمان في غيابات، يعني كانتي أول مرة يلعب النهاردة من مصاب من فترة. ماشي. حجازي تاني مباراة تقريبا ليه، تاني مباراة حجازي بيلعب معهم في كاس العالم للأندية ومش مسجل، مش مسجل. جوتا وحجازي مش مسجلين في الدوري ديت. هي علشان اللوائح هناك مختلفة، انه انت بتلعب بثمانية بس. حجازي كان مصاب برباط الصليبي، رفعوه من القايمة المحلية بتاعة الدوري، لكن مع ماتش سبهان اصفهان الايراني لعب وشارك في المباراة، وكانت بداية عودته بعد فترة طويلة طبعا، ست شهور تقريبا غاب من الرباط الصليبي، وجهزوه كمان لكاس العالم للاندية، وادى النهاردة بشكل كويس. ونفس المشكلة جوتا ده يمكن احد الاسباب الرئيسية للمدرب نونو سانتو اللي كان موجود يمشي، ان هو ما سجلش، اختار حمد الله عبد الرزاق حمد الله على نونو ولا ايه، يعني احد الاسباب يعني ايه لسه نونو يعني يعني احد الاسباب ان هو في القائمه بتاع الدوري. كان في خيار ما بين عبد الرزاق حمد الله المغربي وما بين جوتا البرتغالي، وهو فضل حمد الله، والتاني اضطروا يلعبوه في ايه في بطوله اسيا فقط. فده كان احد الاسباب. فالاتحاد يعني في حالة عدم توازن، واعتقد ان كتير جدا من الاندية السعودية ما بدأوش يخططوا للدوري. يعني الهلال في سابق ب 16 نقطة تقريبا، الهلال 44 الاتحاد 44 و28 فرق 16 نقطة. فاعتقد في كتير جدا بيعتقدوا ان الدوري حسم. الهلال كده ممكن يكون الاتحاد الضالة بتاعته لاقيها في كاس العالم للأندية. بالظبط، الاتحاد بيخطط في خلال فترة الانتقالات الشتويه لكاس العالم، وخلال فتره التعاقدات لخطه كاس العالم. انا عايز بس اشير لنقطه مهمه جدا. اتحاد السنه دي غير اتحاد السنه اللي فاتت. ليه؟ اتحاد السنه اللي فاتت كان اتحاد، او السنين اللي فاتت اقصد، اتحاد نادي جماهيري يتبع اداريا لوزاره الشباب والرياضه. اتحاد السنه دي مملوك للصندوق السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامه. صندوق الاستثمارات العامه من خمس او ست شهور أصبح يمتلك أربع أندية، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي. فأصبح يضخ ويصرف بسخاء شديد جدا. الصندوق ده هو الزراع الاستثماري للدولة السعودية. فبالتالي أنت كان في شعار موجود في الصيف السنة دي أنه يعني احلم وإحنا نحقق لك. اكتب على ورقة اللعيبة اللي أنت عايز تجيبهم هنجيبها لك ولا يهمك، أبشر ماشي كل اللي انت عايزه تحقق. والله ما قصرت. بالظبط. فبناء على كده يمكن هم كان اخر واحد بس صلاح اللي ما كان يعني وقفت معاهم فقط اللي صلاح. لكن كل اللي قدمه للاتحاد، اداره الاتحاد تم تحقيقه. الاتحاد عامل صفقات تقريبا ب 105
مليون دولار. 105 مليون دولار. مع الاخذ في الاعتبار ان في لعيبه زي بنزيما ما كانش له يعني ما كانش فيه مقدم عقد غير راتب لانه كان حر في ناديه. فاهمني؟ يعني لو بنزيما ده كان في بيع وشراء كان الرقم بقى ضخم كتير جدا. وده كبير 105 مليون دولار يعني. 105. وعلى فكره في قيمه الاتحاد او المركز اللي هو في تقييم سوق اللاعبين القيمه السوقيه للاتحاد في اللي ذكرت تقريبا 3 اضعاف القيمه السوقيه للاهلي. لا طبعا. يعني انت بتتكلم في 35 الاهلي وهناك 105 تقريبا. ماشي. لما انا اعتقد الهلال والاتحاد والاهلي والنصر الاربعه دول في صندوق السيادي مش كده؟ بالظبط. فبالتالي اصبح الاهتمام بالنادي غير طبيعي، اصبح انت مصروف عليك كتير ولازم تحقق نتائج. دي مهمه جدا، يعني دي موضوع في الاعتبار. الاتحاد كاس العالم بيخطط له من سنه، يعني هو فاقد زي ما قلت لك مركز على ان دي هو مسمينه على فكره هناك رمى المنديل في الدوري. بالظبط. وبعدين كان بيتقال عليه المونديالي لانه اول فريق شارك في كاس العالم للانديه واول فريق خد بطوله اسيا مرتين والكلام ده، فهو عايز يرسخ ده، عايز يرسخ ان هو صح اللي بيمثل البلد بره بشكل جيد. الهلال خد بطولات اسيا كتير لكن وحتى في وشارك بعد كده في كاس العالم للانديه، لكن الاتحاد كان له الاولويه. فلذلك ايه الموضوع بالنسبه لي مش طبيعي، يعني الموضوع بالنسبه لي يمثل تحدي كبير جدا. اعتقد ده اللي خلى في مطالبات بانه هو على فكره حلمهم مش يعني اللي بيذكر في الاعلام هناك انهم حلمهم البطوله انه يكسب كاس العالم يكسب الكاس. يمكن في تصريحات بنزيما امبارح وفي تصريحات جاردو المدرب بيتكلموا على ان احنا التحدي الرئيسي لنا نكسب كاس العالم وان احنا مؤهلين نصل للمباراه النهائيه. فاذا الموضوع بالنسبه ليهم واخد حجم اكبر مما نتوقع. هذه الثقة الكبيرة يا عمر يعني بتفكرني بالأهلي لما كان مسافر كأس العالم 2005 بثقة كبيرة جدا هيخطف رجله لغاية اليابان يجيب الكأس ويجي، فكانت النتيجة المركز الأخير. واللي مانويل جوزيه أذكر وقتها إحنا قدام المطار نزل اللعيبة من الأتوبيس وقال لهم أنتوا سبتوا هنا ذكرى وحشة قوي، أنتوا تركتوا في الأرض دي صورة سيئة جدا عن الأهلي، أنتوا لازما الصورة اللي سبتوها على هذه الأرض ترجعوا تصلحوها السنة الجاية. وكانت نقطة يعني تأهيل نفسي قوي جدا للأهلي أنه ياخد دوري أبطال أفريقيا ويرجع اليابان 2006 ياخد البرونزية. هل هذه الأجواء دلوقتي بعد هزة للأهلي الفترة اللي فاتت من امبارح الفريق بيستقبل أخبار سعيدة سواء على صعيد جوائز الكاف أو جلوب سوكر، رأيك إيه في التحول المعنوي لأجواء الفريق؟ يعني اعتقد انه الاهلي او فريق نادي الاهلي وجهازه الفني لازم يستغلوا الدفعه المعنويه اللي شفناها، حتى يمكن الاجواء اللي كانت مصاحبه الاحتفاليه بتاعه جوائز الكاف السنويه كانت هايله، لما تشوف انه ممثل النادي الاهلي الوحيد اللي بيصعد المنصه 3 مرات علشان 3 جوائز مختلفه باسم النادي الاهلي ولاعيبته، واللعيبه تشوف ان مجهودها في خلال الموسم الماضي كان مقدر جدا حتى في التصويت الجماهيري وغيره، يعني هدف مثلا كهربا وجائزه هدف العام ده بالتصويت الجماهيري، فهنا انت رد الفعل على مجهودك كان مقدر جدا، انت ابتديت كمان بعد فتره فيها نوع من اهتزاز في بعض النتائج والمستوى انك تشوف لا انه النجاحات والاجتهاد بتاعك اللي عملته في السنه اللي قبلها او الموسم اللي قبله أدى إلى أنك أنت على منصات التتويج حتى وأنت في أسوأ ظروفك في الوقت الحالي، لكن ده بيبقى نتاج العمل المتواصل، أنت مش هتكسب ماتش في الدنيا هتتعدل، لا أنت لازم تكمل على مسار الانتصارات بتاعك. أنا شايف أنه كأس العالم للأندية فرصة جيدة جدا وخصوصا في وجود جهاز فني، إحنا مش بنتكلم عن مدرب لسه جاي، إحنا بنتكلم عن مدرب أخذ 5 بطولات مع النادي الأهلي منهم دوري أبطال أفريقيا، وبالتالي مدرب لا يخضع للتقييم في الوقت الحالي، ومفيش حاجة اسمها إن في يحصل تغيير فني في وسط موسم، عمرها ما هتحصل في الأهلي، ومش منطقية في صناعة كرة القدم عموما يعني، فبالتالي أعتقد إنه مارسيل كولر عنده من الخبرة إنه يستغل الأجواء الحالية المشجعة جدا لفريق النادي الأهلي إنه يجدد الدوافع ويخلق عند اللعيبة دوافع جديدة تخص مباراة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية، ومن هنا تكون الانطلاقة المختلفة زي ما تكون نقطة تحول، زي ما حصل إن أنا كنت في مش اهتزاز نتائج، أنا خرجت من البطولة في 2005 وأنا مش عارف إيه اللي حصل، يعني أنا رحت لعبت الماتشين خسرت الماتشين رغم إني تقدمت في الماتش الثاني على سيدني الأسترالي بجول عماد متعب وكانت الأجواء بنقول هنتفائل والدنيا هتتغير، لقينا نفسنا خسرنا
المباراة في 2005 النسخة اللي بعدها أنت بتاخد البرونزية وكنت بأفضل أداء ممكن تقدمه، وبالتالي أنت النهاردة ممكن تكون الأجواء فعلا مشابهة شوية أن أنا محتاج نقطة تحول، والأهلي لما بيعمل نقطة التحول بتاعته بتكون دايما على فريق كبير. لو شفنا هنا في الدوري ممكن تبقى طول الموسم ماشي، ممكن تعادلت ماتش خسرت ماتش لكن ضيعت نقط، لكن تيجي على مباراة أهلي وزمالك تكسب المباراة من هنا تبقى نقطة تحول في الموسم وتكمل تكتسح باقي الموسم. المباريات الكبيرة أعتقد أن الأهلي بالنسبة له ما فيهاش رهبة، لكن بالعكس الأهلي المباريات الكبيرة دي يقدر يؤدي فيها بشكل كويس ويعمل فيها نتيجة كبيرة، نتيجة جيدة إن شاء الله. ترشيحات جلوب سكر، الشناوي داخل ضمن أحسن حارس، مارسيل كولر كمان بينافس ضمن أفضل 8 مدربين على مستوى العالم، واعتقد الشناوي بينافس على احسن لاعب في الشرق الاوسط. الشرق الاوسط بالظبط. اعتقد انه الاهلي بينافس على جايزتين، وكمان مارسيل كولر بينافس على افضل مدرب، بنشوف الشناوي موجود في الترشيحات. اعتقد انه جوائز جلوب سكر برضو هي مش غريبه على النادي الاهلي، اعتقد ان احنا شفنا قبل كده النادي الاهلي بيتوج بالجائزه وكان مشهد رائع في من سنتين لو نفتكر مع بعض، وبوتراجينيو وكريستيانو رونالدو وكابتن محمود الخطيب، المشهد كان شكله حلو. وده مكان النادي الاهلي دايما، يعني الواحد ما يستغربش لما شفت حفل جوائز الكاف ولقيت الاهلي واخد 3 جوائز، وده العادي بتاع النادي الاهلي، مش جديده على النادي الاهلي. نفس الكلام في جوائز جلوب سكر، خصوصا لما يكون الموضوع فيه جزء للتصويت الجماهيري، هنا بتظهر شعبيه النادي الاهلي الفعليه على ارض الواقع في كل مكان. وبنلاقي انه الاهلي في اي منافسه فيها تصويت هو بيكون منافس طول الوقت ومنافس شرس حتى مع اكبر الانديه في العالم، وده شايفينه حتى في الاستفتاءات مع الانديه العربيه والانديه الاوروبيه والمدرب واللاعبين، سواء محمد الشناوي كمان بينافس معاه كريستيانو رونالدو في المنافسه والموضوع وكريم بنزيما، لكن في النهايه الاهلي متواجد وبقوه، واعتقد ان الاهلي هيحجز مكانه في جوائز جلوب سكر ان شاء الله، والاول يحجز مكانه باذن الله في كاس العالم للانديه في مباراه الجمعه. اللعيبه مسافره يا جماعه بدرجه عاليه من التركيز، اسمعكم رامي ربيعه على الطياره، انتوا سمعتوا عمرو السوليه، شوفوا رامي ربيعه كواحد من اللعيبه الكبار حاله تركيزهم ازاي وهم مسافرين. المشاركه بصراحه بالنسبه للنادي الاهلي يعني واضحه وباينه ان النادي الاهلي في حته ثانيه، النادي الاهلي بيحقق بطولات كبيره وكتيره، واحنا موجودين جزء صغير في المنظومه الكبيره اللي بتحاول تحافظ على البطولات وبتحاول تحافظ على اسمها، فطبعا حاجه تشرف وحاجه تفرح اي لعيب موجود في الكيان. بالنسبه لنا يعني حضرت كاس عالم فترات كبيره، اول كان كاس عالم ليه بالنسبه لي كان في اليابان 2012 مع كابتن حسام البدري، فبالنسبه لنا ليها طابع خاص بالنسبه لي، بستمتع بيها، بطوله عالميه فانا ببسط بيها يعني على المستوى الشخصي. رساله مستر كولر طبعا للعيبه ان احنا ما نهتمش بالنتائج اللي هي اخر فتره، نحاول نقف على رجلينا تاني ونحاول، طبيعي في الكوره بتبقى في فترات ليك تبقى وحشه وفي فترات كويسه، انت بتحاول تعمل اللي عليك وبتحاول تادي وتحاول ننفذ اللي هو بيقوله في الملعب، فمع الوقت الواحد بيبقى نحاول نرجع المستوى اللي احنا كنا بيه السنه اللي فاتت، هي بس سوء حظ بس بيقابلنا في بعض الماتشات، احنا وقعدنا مع بعض كلنا واتكلمنا في الحاجات النواقص اللي احنا ما بقيناش نعملها او بنعملها، دي تخليك ان اللعيبه كلها بتبقى مركزه ان اللي يجي له فرصه يبقى مركز فيها وانه يجيبها، مش حد بعينه يعني، كلنا لو كلنا كويسين او كلنا مقصرين، لان احنا فرقه جماعيه ما فيش حاجه اسمها شخص لوحده بيشيل المسؤوليه، لا احنا فرقه جماعيه، فاتمنى ان الحظ يبقى مساعدنا الفتره الجايه والامور ترجع زي الاول ان شاء الله. الجمهور ليه وجهه نظر، المدرب ليه وجهه نظر ثانيه، فاللي احنا بنشوفه ان النتائج بس مش مساعدانا، بس في سوء حظ وده طبيعي في الكوره، انما ما فيش سوء اداء، فاتمنى ان شاء الله الحظ يبقى محالفنا الفتره الجايه ان شاء الله. دايما جمهور الاهلي بيفاجئنا والله بالتواجد المعتاد بصراحه في الماتشات الكبيره والمهمه، عشان كده احنا بقول لك احنا نبدا ان شاء الله صفحه جديده، وان شاء الله في بدايه المباراه مع الاتحاد نبقى مركزين باذن الله ان شاء الله، ونحاول نسعدهم ونحاول نفرحهم ونحاول نفرح احنا كمان، ونحاول تبقى نتيجه طيبه للنادي الاهلي ان شاء الله، ونفرح جمهور النادي الاهلي اللي جاي ورانا باذن الله. شايفين رامي ربيعه
وكل زمايله الحقيقه لو سمعتوا كل واحد فيهم هتلاقوا نفس الانطباع بنفس الحاله بنفس التركيز. اتحاد جده عامل حساب كبير انه هيلاعب الاهلي بخبراته يا استاذ علي. بالتاكيد في حاله تخوف كبيره. تخوف لدى صناع القرار يعني بالتحديد. يعني يمكن والا ما كانش يبقى فيه تحفيز زي اللي بيحصل ده. هما ما كانش في دماغهم مباراه اوكلاند سيتي. كان في دماغهم مباراه الاهلي. هما بيعتبروها دي محطه لابد من عبورها يعني. فحاله التحفيز والاستنفار اللي موجوده طبعا مكافئات كبيره بس مش مؤكد بس ما بيعلن لا يعلن عنها. لكن انا في نقطه مهمه جدا انا اعتقد لو الاهلي لعب بنفس الروح استدعى نفس الروح اللي لعب بيها الشوط الاول من مباراه الهلال الدنيا اختلفت خالص. الهلال انا في تصوري الشخصي ان الاهلي لعب 45 دقيقه قدام الهلال الشوط الاول اللي انتهى 3-0 ده من افضل ال 45 دقيقه خلال 10 سنين من وجهه نظر انا رغم الغيابات اللي كانت رغم عندي. الغيابات انا في يمكن حد قال كلمه انا بسعد بيها قوي ان لو انت في حاله اكتئاب او في حاله احباط وعايز تشغل تخرج من الحاله دي تتفرج على اليوتيوب على ال 45 دقيقه دول. الاهلي كان مع منظومه غير طبيعيه. فتصور لو احنا استدعينا الروح دي الموضوع اختلف تماما يعني. رغم كل ما ترتيبات ورغم كل الاستعدادات ورغم وجود 9 لاعبين اجانب في تشكيله الاتحاد ورغم لكن الوضع هيختلف بالشكل ده. فتصور ان الموضوع يمكن في كلمه اتقالت النهارده برضو في الاتحاد جده اما سئل منصور البلوي الرئيس التاريخي لنادي الاتحاد عن انت خايف من مباراه الاهلي قال لهم انا اخشى على الاتحاد من لاعبيه من لاعبيه يعني انا خايف على الاتحاد من الاتحاد. فاعتقد برضو احنا انا في تصوري نفس الكلام يعني احنا دايما بنخاف يعني احنا لو لعبنا مستوانا الوضع اختلف. بالظبط كده. احنا اللي هو الاهلي طبعا اكيد يعني الاول والاخر الاهلي يعني طبعا. عمر الحاله اللي النادي الاهلي عليها مارسيل كولر ومارسيل كولر واحد من الناس اللي عندها خبرات في البطوله اكيد يعني اللي عمله مع البطوله اللي فاتت ومواجهه ريال مدريد بكل قوه الفريق الاسباني وفلامينجو. بصوا يا جماعه شوفوا ثقه جمهور الاهلي في مارسيل كولر. شوفوا هو بيغني له كولر كولر الصوت نسمعه. طيب ده مارسيل كولر وده جمهور الاهلي في القاهره وازاي جمهور الاهلي عنده هذا التقدير لهذا المدرب الحقيقه اللي انت السنه اللي فاتت والموسم اللي فات عمل معاك هذا الانجاز الكبير جدا في احراز 5 بطولات واديكم شايفين الراجل بيلف الملعب كله كولر كولر كولر. اعتقد يا عمر كولر كمان يحب يشوف المشهد ده كتير. انا اعتقد انه هيشوف احلى منه كمان يعني. احنا عندنا حضور كويس خلال الفتره الاخيره ونتمنى الحضور يبقى افضل الفتره اللي جايه في مباريات الدوري والمباريات المحليه. لكن فكره الملعب الممتلئ عن اخره في وجود كمان جمهور منافس قدامك والدعم الجماهيري اللي هيحظى بيه النادي الاهلي ولاعبيه وخصوصا مارسيل كولر وعلاقته الطيبه جدا بجمهور الاهلي. يمكن الكولر قدم كل شيء للنادي الاهلي وبالمناسبه حتى فيما يخص السؤال كمان اللي حضرتك سالته للاستاذ علي انه النهارده بعد مباراه اوكلاند واتحاد جده جاياردو نفسه بيقول لما سالوه هتلعب الاهلي الماتش الجاي قال لهم انا عارف ان احنا نلعب ماتش صعب قوي فاللعيبه بتاعتي لازم ترتاح دلوقتي عشان نبدا نستعد. فهو الراجل نفسه وصف المباراه بانها هتكون مباراه صعبه. وكريم يعني بنزيما قال كده بالظبط. جاياردو نفسه بعد الفوز على اوكلاند بس اوكلاند كان في المتناول يعني لكن على الجانب الاخر مارسيل كولر لما هيشوف شكل جمهور النادي الاهلي وخصوصا النهارده يعني الطبيعي انك هتلاقي جمهور الاهلي في استاد القاهره ده العادي. لكن انه يروح يلعب في المملكه العربيه السعوديه وهيشوف لانه كمان هو ما لعبش كاس عالم الا في المغرب وفي المغرب الجاليه المصريه مش كبيره قوي. لكن لما يشوف بقى الوضع جمهور النادي الاهلي في استاد الجوهره في المباراه يوم الجمعه ان شاء الله هيلاقي وضع مختلف. مارسيل كولر يمكن من المدربين اللي دايما بيبقى حاطط قدام عينه كل عناصر المنظومه مش بس بيفكر
في ال 30 لعيب اللي عنده في التمرين ولا بيفكر في التشكيل الاساسي النهارده. كولر بيبص دايما على علاقته باداره النادي وبيبص على الجهاز الاداري حواليه، مثلا كابتن خالد بيبو ومعاونته ليه والكلام ده كله، وبيبص على الجمهور. هو يهمه جدا واتكلم اكتر من مره في مساله الجمهور، فهو بيبقى شايف كل عناصر المنظومه. لو رجعنا حتى لتاريخ كولر في بداياته التدريبيه واول بطوله ياخدها، الاحتفالات في سان جالن في سويسرا، في سان جالن تخيل حضرتك فريق مثلا زي فريق وسط جدول عمره ما خد بطوله غير من 100 سنه قبلها، مع مارسيل كولر اخذ الدوري السويسري في اول موسم. الاحتفالات كانت جماهيريه وتاريخيه من جمهور سان جالن مع مارسيل كولر في الشوارع، وكانت الاوضاع بالنسبه له هو واخد على الجو ده ومتفاعل مع الجمهور وبيعشق انه يشوف الجمهور وهو مبسوط. وبالنسبه له هو المدرب مش يعني ضغوط العمل في الاهلي كبيره طبعا، فانت مطالب انك كل اسبوعين ثلاثه لازم هتجيب بطوله، فهنا الاجواء دي جديده عليه برضه طبعا. تمام، بعد فتره طويله مع تدريب منتخب النمسا ثم في الاول قال لك انا سعيد بالجو ده وسعيد بالفلسفه دي، لكن هو ادرك بعد كده ان هي عامله ضغط، لانه كمان الجمهور لا يقبل التعادل لمجرد التعادل في مباراه. ومش بس ضغط عليه فكره انه تارجت بتاع النادي الاهلي هو البطوله، فكره ضغط جدول المباريات والبطولات المتعدده وغيره، ففوجئ انه الحكايه صعب. لكن هو متفاعل دايما مع الجمهور. ويمكن مارسيل كولر الفرق بينه كمان وبين مدربين كتير ان هو اندمج بسرعه مع الثقافه المصريه وعرف جمهور الاهلي كويس جدا وبدا يتفاعل مع الجمهور. اعتقد انه المشهد هيكون مختلف في ملعب الجوهره، ودعم الجمهور لمارسيل كولر هيفرق معاه هو جدا. واعتقد ان الاهلي هيشهد يعني الملعب هيشهد حضور جماهيري مختلف تماما عن حتى اللي في مخيله الناس. عمر شايف ان ده هيكون مختلف. انا شايف ان جماهير السعوديه او جماهير الاتحاد هتتخلى على الزي الوطني والجلابيه البيضاء، وشفنا النهارده كله لابس تيشيرت اصفر. بالظبط، هو في حمله عاملها الجمهور ودي على فكره بسببها الاهلي برضو. يعني هم شافوا الاهلي في ماتشات كتير اللون الاحمر بيبقى طاغي على المدرجات والكلام ده، فقالوا لا قصه الجلاليب البيضاء والكلام ده مش هتمشي معاهم. مش هو ده لون الاتحاد؟ لون عايز الاصفر. بالظبط، هو لون النمر اللون الاصفر. لون الاتحاد. هم عملوا حمله اسمها اللي حمله اظهر بالاصفر. وحتى بالأصفر. حتى الهدف الرئيسي من مدينه النمور اللي هم عاملينها ان هم عايزين يجمعوا الجماهير مع بعضها عشان يدخلوا يقعدوا مع بعض، لان انت عارف نظام بطوله كاس العالم للانديه مفيش تحديد لاماكن الجماهير، فممكن يقعد يعني ممكن جمهور الاهلي فهم عايزين عشان استكمالا للشكل الجمالي واللون الاصفر يخشوا مع بعض يدخلوا مع بعض. وحتى في تعليمات اصلا على السوشيال ميديا بينهم وبين بعض انك انت لو لقيت مشجع اقعد مع مشجع الاتحاد عشان نكمل الشكل. فبالتاكيد لكن اتوقع برضه زي ما سال الاستاذ عمر ان الاهلي جمهوره مش سهل. مصر فيه او في 2 مليون مصري في السعوديه. وبالتاكيد في شغف عند الجمهور، والاهلي طول عمره بيلعب بره وفي حضور الجماهير اللي بره بشكل اجمل وافضل. وعلى فكره في نقطه برضه في يعني انا مش بدخل في الفنات، بس في نقطه مهمه الاتحاد ملاحظ عليه رغم كل الدعم ورغم كل الانفاق والكلام ده على مدار العشر مباريات الاخيره، انه الريتم بتاعه بينزل خالص في الشوط الثاني. يعني بيلعب شوط اول ممتاز النهارده، سجل الثلاث اهداف بالتاكيد في 10 دقائق. وعلى فكره وده حصل في الماتشات اللي فاتت كلها. يعني دي برضو اكيد في دراسه للفريق واكيد لكن الجمهور المصري هيكون له دور كبير برضو. زي جمهور الاتحاد مكثف فقط في جده ولا بقيه المدن السعوديه؟ لا اكيد في المدن السعوديه، لكن بشكل خاص في جده. في يعني جدة. لان جده مدينه ساحليه. والاتحاد بيسموها هناك الاهلي جده، بيقولوا جده اتي وبحر. زي ما اتي وبحر. اتي اللي هو الاتحاد. والبحر اللي هو البحر الاحمر المتوسط. البحر الاحمر يعني دي اكتر حاجه معالم جده زي اتي وبحر. فهم ده شعارهم. وعلى فكره من على مدار الثلاث اربع سنين الاهلي ما هو في جده هو الاخر اهل السعودي، ما هو بالتانيين بيقولوا برضو جده اهل وبحر. اهل وبحر. فكل واحد يغني على البحر شغال مع الاثنين. في شعار محطوط في مقدمه مطار الملك عبد العزيز بجده، اهلا بالابطال. ده كان بيستقبل جماهير اللي رايحه، وكانوا عاملين احتفاليه بلون اصفر برضو لون الاتحاد. اعتقد انا شفت حاجه برضو جماليه جميله جدا، ان في شاشات كبيره داخل المطار تعرض ماتشات الاتحاد وماتشات بقيه الفرق، يعني بس مع التركيز، لان ايه عايزين يرسخوا
ان دي مدينه النمور، مدينه الاتحاد. اسعار التذاكر بتاعتهم دي طبيعيه في العادي ولا دي اسعار خاصه؟ لا هي في الدوري برضو كده، في الدوري بتتراوح من 20 ريال ل 50 ريال تقريبا. فما يعملها 40 ريال يعني النجوم الكتير في الدوري السعودي ما رفعش اسعار التذاكر؟ لا اعتقد، لسبب بسيط جدا، لانه هو ممكن يواجه مشكله كبيره. وبعدين هو برضو زي ما قلت لك ان اللي بينفق مالك النادي. فمساله العائد الجماهيري مش فارق معاه كتير يعني. مساله العائد لا يشكل نسبه كبيره في العوائد بتاع الانديه. العائد ده بيتوزع ما بين النادي وما بين هيئه دوري المحترفين وما بين الاتحاد كده. فلو تشكل ليه مشكله يعني الاتحاد ضمن الانديه الاربعه اللي في صندوق السيادي السعودي. بقيه الانديه محرومه من ده يعني، مش ده خالق فوارق فنيه واقتصاديه بين الاربعه الكبار دول اللي هم بيحظوا بهذا الاستثمار السيادي وبين بقيه الانديه؟ انا اقول لك على حاجه، في ناديين مثلا، في نادي زي نادي القادسيه. اهلا بالابطال اهي. في نادي زي نادي القادسيه ده خلوا ملكيته لارامكو السعوديه. في الدرعيه، الهيئه الملكيه في الدرعيه. يعني في رعاه بداوا يضخوا رعاه للانديه الثانيه، وبرضو حركوا البنوك والمؤسسات الماليه عشان ترعى الانديه الثانيه. في نقطه مهمه، الانديه بدات تستفيد من محترفين الانديه الرابعه اللي سابوهم. يعني نادي ضمك اللي كان بيلعب الاتحاد، القوام الرئيسي ليه اللي هم كانوا في الهلال، زي طارق حامد، القوام الرئيسي ليه اغلبهم طارق حامد خرج من الاتحاد. طارق حامد ماشي من اتحاد جده، لكن القوام الرئيسي ليه اغلبهم لعيبه الهلال اللي مشوا بالهلال. فبالتالي انت في انديه استفادت من النجوم. وبعدين احيانا كره القدم يعني لا تعطي من هو اشهر ومن هو اكثر انفاقا ولا من هو افضل، في يعني بدليل ما حدث في ماتش ان شاء الله لا تعطي الا لمن هو اهلي. لمن هو اهلي ان شاء الله. طيب عمر، الاهلي داخل هذه المباراه تحديدا وانت عندك تحولات نفسيه ومعنويه كبيره. بيرسي تاو اللي تعرض لرجم اعلامي كبير امبارح بيتم اختياره اللاعب الافضل في افريقيا، شايف ده ازاي؟ ان الاهلي يتعرض لكل هذه التحملات الاعلاميه الكتيره في الفتره اللي فاتت، في المقابل ان الاوساط الرسميه تنصفه سواء جلوب سوكر والتصنيفات بتاعتها او ترشيحاتها او حتى جوائز الاتحاد الافريقي. لا للاسف بعض وسائل الاعلام او بعض البرامج التلفزيونيه والسوشيال ميديا احيانا بتشوف حاجه غير الواقع. يعني اللي قايم بيرسي تاو تحديدا، لو هناخده كنموذج، بيرسي تاو انضم للنادي الاهلي قادم من البريمير ليج، ايا كان بيلعب فريق كبير فريق صغير، هو جاي من البريمير ليج في الدوري الانجليزي ولعيب دولي في منتخب بلد. بيرسي تاو لما جه الناس بدات تتكلم بشكل غير احترافي شويه انه ده جاي عشان موسيماني هو المدير الفني. بيرسي تاو لما طلع في قناه النادي الاهلي قال كلمه واحده، سالوه السؤال، سال بشكل مباشر، كان كابتن اسلام الشاطر بيساله، انت جيت هنا عشان موسيماني؟ قال لا، انا لعيب محترف اخترت الاهلي بشكل احترافي، كويس ان انا اجي الاقي مدرب من نفس جنسيتي موجود في التيم، لكن انا وجودي في النادي الاهلي غير مرتبط بوجود موسيماني. ساعتها تويتر اي تشوز هيستوري، انا اخترت التاريخ. فهنا النقطه الاهم للناس، يعني لما تيجي تقيم ده لاعب كره قدم محترف بمعنى كلمه محترف، هو اختار خطوه جديده في مشواره، ولما قالها على الهوا كان المفروض الناس تنتهي من النغمه دي. التقييم الفني ما ينفعش انك تجيب ولعيب وتيجي تقيمه فني في ماتشين ثلاثه، التقييم الفني يكون على مدار موسم. لو شفنا كمان حتى التحول الفني لبيرسي تاو تحت قياده مارسيل كولر، وانه يكون هو العامل المؤثر مع كهربا، لكن كمان له تاثير كبير قوي بالارقام وبالمباريات في دوري ابطال افريقيا النسخه اللي فاتت، فاعتقد انه بيرسي تاو مش محتاج شهاده، لانه كمان حتى زي ما حضرتك قلت الاوساط الرسميه والجوائز الكبرى انصفت بيرسي تاو. الاهم من ده كله انه بيرسي تاو كمان لما في بعد نهايه الموسم الخماسيه اتكلم في الاعلام الجنوب افريقي، قال لهم انا ما بفكرش امشي من الاهلي، انا مبسوط جدا هناك، فلسفه النادي ان احنا لازم لو خدنا خمس بطولات نسيناهم وهنفكر في اللي بعدهم، ده حاجات كلها تلخص النادي الاهلي، مش بس بيرسي تاو، والنادي الاهلي ومنافسته على كل الجوائز. فهنا الاختلاف اللي موجود في النادي الاهلي في ناس بتغمض عينيها عنه ومش عايزه تشوفه. وده الواقع اللي احنا عايشينه. دي خلاصتها. استاذ علي، في النهايه تقولي لجمهور الاهلي اللي في السعوديه وجمهور الاهلي اللي هنا اللي مترقب مباراه الجمعه مع الاتحاد. هقول له استمتع، يعني روح الملعب واستمتع وهات افضل ما عندك.
لان احنا محرومين من الاجواء اللي هي وحضور الجماهير الكبير هنا. فاعتقد دي فرصه لانك تظهر بشكلك الحضاري اللي ظهرنا بيه قبل كده في الامارات واللي ظهرنا بيه في ملاعب كتيره في العالم. فاعتقد ان الجمهور الاهلي هيبقى عامل مؤثر جدا. الاهلي اعتاد انه يبدع في وسط الجمهور الكبير وفي وسط الاجواء دي، اجواء البطولات الكبيره. فاعتقد ان الجمهور الاهلي مطالب بانه يكون رقم مش 12، رقم واحد ان شاء الله. عمر، لعيبه النادي الاهلي وهي عندها فرصه للتحول المهم جدا من خلال كاس العالم، التحول المونديالي ده، رسالتك ليهم ايه؟ انا اتمنى انه لعيبه النادي الاهلي يستمروا على ما كانوا عليه في نهايه الموسم الماضي، من روح، من شغف، من اصرار على تحقيق البطولات، من استلهام روح الفانيلا الحمراء اللي احنا تعودنا عليها مع كل الاجيال. والجيل ده عنده فرصه تاريخيه كمان انه يتخطى اجيال سابقه حفرت اسمائها بحروف من ذهب في تاريخ النادي الاهلي. صحيح. وبالتالي لما تجيلك فرصه زي دي لازم تستغلها. الاهم انك تسمع صوت جمهور النادي الاهلي اللي مش هيبقى بس جاي لك من المملكه العربيه السعوديه، من الجاليه المصريه، ده في ناس كتير هتروح من مصر، فتبتدي ان الناس دي لازم تبقى تروح مبسوطه. اعتقد انه لعيبه النادي الاهلي هم كمان مشجعين للنادي الاهلي وحاسين بالجمهور وعارفين قيمه الجمهور، وبالتالي هم لو فكروا في كل ده وفكروا في ان هم لعيبه عملوا تاريخ محتاجين يزودوه ومحتاجين يقولوا ان احنا جيل ذهبي، دي الفرصه الكبيره جدا في مباراه كبيره، ويعملوا اللي عليهم. وفي النهايه التوفيق بتاع ربنا، لكن في الاول وفي الاخر هي مباراه كره قدم 90 دقيقه. المباراه ما بتتلعبش على الورق، ما بتتلعبش بالاسماء، بتتلعب على النجيله في ال 90 دقيقه بس كده. دي رسالة مهمة جدا، سواء لجمهور الأهلي روح شارك واستمتع، وإن شاء الله تعالى هتفرح بالأهلي وللأهلي. ورسالة كمان عمر البنوبي للاعيبة النادي الأهلي، دي فرصة كبيرة جدا، زي ما جيل أبو تريكة ووائل وبركات ومتعب حفروا أسمائهم بحروف من ذهب في هذه البطولة، ومعاهم مانويل جوزيه، أعتقد الفرصة سانحة لمستر مارسيل كولر بكل نجاحاته القياسية مع النادي الأهلي في الموسم اللي فات، أنه إن شاء الله تعالى يكون كاس العالم للأندية في جدة نقطة تحول كبيرة للأهلي هذا الموسم. وأعتقد ابتداء من الغد إن شاء الله تعالى عبر هذه التغطية الخاصة للأهلي في المونديال هيكون معاكم الزميل الكابتن إسلام الشاطر، اللي بنقول الحمد لله على السلامة بعد الظروف الصحية اللي ألمت بيه، ومعاه الكابتن هاني رمزي غدا وبعد غد. والجمعة إن شاء الله يكون الاستوديو التحليلي مع الكابتن أيمن شوي. خلينا في النهاية نشكر الصديق العزيز الأستاذ علي مسعود مدير تحرير صحيفة مكة السعودية. شكرا جزيلا أستاذ علي. شكرا جزيلا للناقد الرياضي المتميز عمر البنوبي. شكرا جزيلا يا استاذ عمر. انا اتشرفت بالتواجد مع حضرتك وعلى شاشه قناه الاهلي. شكرا جزيلا. كما نشكر حضراتكم على طيب المتابعه، وتصبحوا على الف خير.